السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة من حلقات الكان، ومكملين مع حضراتكم علشان نتكلم في كل الأخبار الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية، ونتابع معاكم آخر أخبار المنتخب المصري الوطني اللي بيستعد المباراة يوم الأحد إن شاء الله أمام المنتخب الأوغندي. هيكون معايا إن شاء الله مشرفيني ومنوريني في الجزء الثاني من الحلقة علشان نتكلم بشكل فني أكبر عن البطولة بشكل عام ومنتخب مصر بشكل خاص، الكابتن ماهر همام والكابتن محمد حشيش والكابتن أسامة حسني نجوم مصر ونجوم النادي الأهلي، وأكيد هنتكلم معهم في أمور مهمة جدا على منتخب مصر. للأسف الشديد يعني جنش بيتصاب في التدريبات وبيغيب عن نادي الزمالك ومنتخب مصر بإصابة في وتر أكيلس، وهيغيب من 6 لـ 8 شهور. أكيد إصابة يعني بتضرب منطقة حراسة المرمى، وبالتالي يعني حظنا وحش بقالنا فترات في مركز حراسة المرمى، بيكون عندنا إصابات عديدة وكثيرة في هذا المركز، لكن نتمنى الشفاء لجنش وإنه إن شاء الله يقوم على ألف خير، يعني قدر الله ما شاء فعل، وأكيد زمايله والجهاز الفني بيتكلموا معاه واكيد فهموه ان يعني قدر الله ما شاء فعل، وكل حاجه دايما بتكون بقدر الله واكيد هتكون خير ليه في المستقبل. كان في لقاءات اليوم بتتلعب لبطوله افريقيا كالعاده زي ما حضراتكم متعودين، بيكون في 3 لقاءات، يعني في لقاء منهم بيتلعب دلوقتي، لكن هتكلم مع حضراتكم بشكل عام على اللقاءات، وهنتكلم ايضا على كوبا امريكا، المباراه اللي لسه منتهيه منذ لحظات ما بين فنزويلا والارجنتين، والارجنتين بتفوز 2-0 على فنزويلا علشان تصعد الى السيمي فاينل وتلاقي المنتخب البرازيلي في قبل نهائي قوي جدا جدا جدا، مباراه اكيد يعني هتكون ممتعه. منتخب البرازيل فاز على باراغواي فجر اليوم بضربات الجزاء 4-3، ومنتخب الأرجنتين بيفوز على منتخب فنزويلا 2-0، وميسي في طريقه إلى المباراة النهائية، لكن عقبت البرازيل بتلعب على أرضها وسط جمهورها، وبالتالي المباراة هتكون قوية جدا جدا جدا. هنشوف مين الفريق اللي هيقدر يصعد إلى المباراة النهائية في كوبا أمريكا 2019. بطولة الأمم الأفريقية النهاردة كان في لقاءات، كلنا أكيد تابعنا مباراة السنغال والجزائر أو مجموعة، طبعا ده كانت لقاءات يوم الخميس، مدغشقر وبوروندي، ومدغشقر كسب 1-0 السنغال والجزائر، ومباراة كانت قوية يعني هنتكلم فيها فن كتير قوي، هنتكلم على لعيبة على أعلى مستوى، هنتكلم على مدير فني محترم، هنتكلم على رأس حربة زي الكتاب ما بيقول. بغداد بونجاح هو واحد من أقوى المهاجمين اللي موجودين في أفريقيا وفي المنطقة العربية، مهاجم يعني مهاجم مشاكس، بيحط جسمه بيطلع في كل كورة حتى لو مش بياخدها، محطة مهمة جدا جدا لمنتخب الجزائر والعقل المفكر. أكيد رياض محرز اللي واحد أكيد أيضا من أهم اللعيبة، وأنا شايف إن هو لو كمل بنفس المستوى ده ممكن يحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة. منتخب السنغال طبعا منتخب قوي بيتمتع بلياقه بدنيه قويه جدا، بيتمتع ايضا باسماء على اعلى مستوى، لكن التوفيق الجزائري والتوفيق العربي كان حاضر في المباراه. ساديو ماني في اول مشاركه ليه مع منتخب السنغال وغيابه عن المباراه الاولى اكيد يعني كان حظه وحش، بيخسر امام المنتخب الجزائري وحتى بيفشل في التعادل والخروج بنقطه، لكن منتخب السنغال قدامه فرصه كبيره ان هو يصعد مع منتخب الجزائر اللي ضمن صعوده او ضمن فرص صعوده بالصعود الى دور 16 مع المنتخب المصري ومع المنتخب المغربي، يتبقى المنتخب التونسي علشان يكمل مع المنتخبات العربيه الأربعة إن شاء الله. طبعا موريتانيا أكيد من المنتخبات العربية، لكن بتكلم على مصر وتونس والجزائر والمغرب. كينيا وتنزانيا في مباراة ممتعة انتهت 3-2 بعد 2-1 3-2، وكينيا بتفوز على منتخب تنزانيا في مباراة كانت ممتعة، اللي اتفرج عليها هيلاقي أنها ممتعة جدا، كان فيها 5 أهداف، وبالتالي حصيلة جيدة جدا في مباراة من منتخبين محدش كان يعتقد أن هم كان ممكن يأدوا أداء ممتع. كان في لقاءات اليوم، منتخب تونس للاسف بيتعادل مع منتخب مالي، واحد من اقوى المنتخبات اللي موجوده في البطوله منتخب مالي، عندهم ايضا راس حربه زي الكتاب ما بيقول، موسى ماريجا واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين، لاعب نادي بورتو، وبالتالي بنشوف راس حربه هجام بلغه الكوره، راس حربه فعلا عمل ازعاج لخط الدفاع منتخب تونس. منتخب مالي احنا قلنا قبل البطوله ان هو هيكون المنتخب الحصان الاسود، هو او منتخب اوغندا لكن او منتخب انجولا، الصراحه الثلاث منتخبات دول قلنا ان واحد منهم ممكن يكون من
المنتخبات اللي هيكونوا حصان اسود، لكن منتخب مالي هو لحد دلوقتي بيثبت للكل ان هو منتخب جاي علشان ينافس على اللقب، مش بس جاي يؤدي اداء مشرف. بيتعادل مع منتخب تونس في الاول، هو بيتقدم على منتخب تونس 1-0، ومنتخب تونس بيتعادل بهدف مهم جدا، هدف عن طريق ضربه ثابته غيرت اتجاهها وخبطت في الحيطه واحرزت هدف التعادل للمنتخب التونسي. اكيد غياب علي معلول مش عايز اتكلم عليه كتير، لكن حضراتكم اكيد واخدين بالكم ان غياب علي معلول يعني كاحد الحلول، مش هقول لكم ان انا علشان خاطر بحب النادي الاهلي او بتكلم عن النادي الاهلي او لعيب النادي الاهلي مش موجود يبقى انا هتكلم واقول ان منتخب تونس كله مش قادر يصعد ومش قادر يوصل ومش قادر يهاجم علشان لاعب وحيد مش موجود، لا هو احد الحلول الهجوميه اللي كانت موجوده في المنتخب التونسي. ايمن بن محمد لاعب محترم جدا ولاعب كبير جدا، لكن يبقى علي معلول الخبره والكفاءه اللي اتعلمها واخدها هنا في الدوري المصري في دوري ابطال افريقيا وتالقه مع النادي الاهلي اكيد اديته خبرات كثيره جدا كانت ممكن تنفع مع منتخب تونس، وبالتالي غياب علي معلول هو احد الركائز والحلول المهمه جدا جدا للمنتخب التونسي. لكن للاسف المنتخب التونسي بيتعادل 1-1 علشان يكون عنده مهمه صعبه جدا، لسه منتظرين نتيجه المنتخب الانجولي في بطوله الامم الافريقيه اللي ان شاء الله هيلعب بكره. منتخب انجولا هيلاقي المنتخب الموريتاني، منتخب انجولا لو كسب الموضوع هيكون معقد جدا، منتخب انجولا هيكون عنده اربع نقاط بيتساوى مع المنتخب المالي، وبالتالي المواجهه القادمه ما بين مالي وانجولا هل بقى تخلص بالتعادل وبالتالي منتخب تونس يفوز على منتخب موريتانيا علشان يكون في 3 خمسات منتخب مالي ومنتخب انجولا ومنتخب تونس، نشوف فارق الاهداف هو ده اللي هيأهل اول او ثاني او ثالث. نتمنى ان تونس تكون هي المركز الاول او على الاقل الثاني علشان تضمن استمرارها في البطوله علشان ما تلعبش او عشان ما تقابلش منتخب من المنتخبات القويه اللي هيتأهله اول أو تاني في اللقاءات القادمة في دور الـ16 أو حتى في دور الـ8، لكن في دور الـ8 محدش فينا أكيد بيفكر غير في الـ8 منتخبات الأقوية علشان نبدأ نشوف كرة قدم حقيقية. البداية احنا قلنا ان البداية اكيد كانت بداية ضعيفة، لكن بدأت المستويات تزيد وبالتالي المواجهات الاولى هي مش مقياس لكل المنتخبات. شفنا مباراة ممتعة ما بين السنغال وما بين منتخب الجزائر، كمان منتخب المغرب بيفوز على منتخب كوتيفوار 1-0. منتخب المغرب منتخب محترم جدا جدا جدا، مدير فني على اعلى مستوى، لعيبة على اعلى مستوى، خط الدفاع هتلاقي المهدي بن عطيه، هتلاقي مبارك بسوفة، هتلاقي لعيبه حكيم زياشي، لعيبه يا جماعه كلهم اسامي، يعني بنتكلم على لعيبه اشرف حكيمي لاعب ريال مدريد السابق وبروسيا دورتموند الحالي، وبالتالي المغرب كره سريعه لمسه ولعبه، بيتحركوا بيعملوا اوفرلابات بيفوتوا البعض. يا جماعه كره ممتعه، كره بصراحه يعني نتمنى ان منتخب المغرب يكمل ومنتخب الجزائر ومنتخب السنغال والكره الجميله تكمل لحد دور الـ8 علشان نتفرج على كره قدم جميله ممتعه وكره قدم سريعه. الجولات الاولى ما كانش ليها مقياس، زي ما قلت لحضراتكم الجوله الاولى كان كله زعلان، كان كله متضايق، كان كله بيقول ان البطوله مش بنفس القوه عشان 24 منتخب، لكن 24 منتخب الاتحاد الافريقي بيعطي فرصه للمنتخبات اللي مش بيكون ليها حظ ان هي تشارك زي منتخب بوروندي، منتخب مدغشقر، منتخب موريتانيا والمنتخبات الاخرى، منتخب كينيا، وبالتالي بيكون في فرص لبعض المنتخبات ان هي تشارك. لكن دور 16 ممكن يكون ليست البدايه الحقيقيه، البدايه الحقيقيه تبدا من دور الـ8. فكر حضراتكم بكره ان شاء الله بلقاءات اللي هتكون موجوده، او هبدا معاكم من لقاءات كوبا امريكا اللي هنبدا معاها بالترتيب كده. عندنا الساعه 1 بعد ما نخلص مع حضراتكم مباراه كولومبيا وتشيلي، وبكره ان شاء الله موريتانيا وانجولا الساعه 4:30، منتخب الكاميرون ومنتخب غانا، وقمه افريقيه قويه جدا بين يعني مدربين وفرقتين على اعلى مستوى. اكيد هنتكلم ونتابع معاكم على اخر الاخبار الخاصه باللقاء والمنتخبين وبنين وغينيا بيساو الساعه 10 في اخر الجولات، علشان نستعد ان شاء الله للقاء يوم الاحد اللي فيه كلام كتير على ان منتخب مصر بشكل كبير هيغير من التشكيله الرئيسيه بسبب الاجهاد، وده كان من ضمن الكلام اللي قاله مستر اجاري لوسائل الاعلام ان هو هيغير، ممكن يغير يعني ملامح وشكل منتخب مصر في المباراه الاخيره امام منتخب اوغندا، لكن هي سلاح ذو حدين. منتخب اوغندا مش من المنتخبات السهله، منتخب اوغندا عايز يكسب علشان ما يحطش نفسه في حسبه بيرما واحسن توالت والكلام اللي حضراتكم عارفينه، لكن هو عايز يصعد تاني مع منتخب مصر على طول، وبالتالي الفرصه قدام منتخب اوغندا انا شايف ان هو هينزل مركز على الـ3 نقط، فلا بد من التركيز التام واللعب باصرار وبحماس واللعب دايما على الـ3 نقاط مش التعادل، 3 نقط علشان يعني نقطع اي شك موجود ونقطع كمان اي خطوره ممكن نتسبب فيها لو المباراه مشت في سكه التعادل السلبي او الايجابي. طيب
عندنا اخبار كتيره وعندنا كلام كتير، ويعني كابتن اسلام كان مع حضراتكم يوم الاربعاء، ما كناش موجودين امبارح لكن موجودين النهارده علشان نتكلم ونكمل الاخبار ونكمل الحواديت والازمات اللي موجوده في المنتخب الوطني والكلام اللي حضراتكم شايفينه وعايشينه. ما فيش شك ان السوشيال ميديا بتلعب دور كبير يا جماعه في الفترات الاخيره. السوشيال ميديا زي ما احنا تابعنا وقلنا الازمه الاشهر والاكبر هي ازمه عمرو ورد. احنا دورنا هنا موجودين في قناه الاهلي او في برنامج اللي كان نتكلم على الاخبار الايجابيه، ما نتكلمش على الاخبار السلبيه، لكن انا عايز اتكلم في نقطه بسيطه جدا خاصه بموضوع السوشيال ميديا، ان نفس الجمهور او نفس الناس او نفس البني ادمين اللي طلبوا ان عمرو ورده يتم استبعاده عن منتخب مصر هم نفس الناس اللي طلبوا ان عمرو ورده يرجع تاني للمنتخب الوطني، وشايفين ان حرام ان هو لاعب صغير يتم انهاء مستقبله بالشكل اللي حضراتكم كنا هنشوفه. وبالتالي يعني الموضوع مش مفهوم، يعني هي الناس عايزه عمرو ورده ولا مش عايزين عمرو ورده؟ هل الناس متعاطفه مع عمرو ورده ولا مش متعاطفين مع عمرو ورده؟ الموضوع محير جدا والموضوع منقسم بشكل كبير. وفي نفس الوقت يا جماعه الكلام ده كلام سلبي، عايزين نركز مع منتخب مصر، عايزين نركز على مباراه اوغندا، عايزين نركز على البطوله بشكل عام. بنشوف حاجات تفرح جمهور مصر المحترم اللي بيروح يشجع تونس، اللي بيروح يشجع الجزائر، اللي بيروح يشجع المغرب، مالين الملعب واقفين مع 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 اخواتنا العرب بطريقه جميله جدا. وبالتالي هي دي الحاجات الايجابيه لازم نتكلم فيها. وجود عثمان ديمبلي في المقصوره الرئيسيه للقاء المغرب النهارده مع منتخب المغرب ومنتخب كوت ديفوار حاجه تشرف، تنظيم على اعلى مستوى، هي دي الايجابيات. موضوع عمرو ورده واخد اكبر من حجمه يا جماعه، ده موضوع يعني اكبر من حجمه. بتكلم على الازمه على السوشيال ميديا، لكن اكيد في عقاب وفي ثواب واكيد في صح واكيد في غلط. انا مش بتكلم بقول اللاعب غلط ولا اللاعب صح، انا بتكلم على الموضوع نفسه بشكل عام، ان احنا ما ينفعش ناخد من وقتنا ومن طاقتنا ومن كل حاجه احنا المفروض نتبسط منها في البطوله ان احنا نبدا نتكلم على الامور السلبيه. منتخب مصر عمل ايه؟ منتخب مصر خرج اكلوا ايه؟ شربوا ايه؟ النهارده ناموا ازاي؟ دخلوا الجيم عملوا ايه؟ فالكلام ده كله يا جماعه كلام سلبي. وانا بتكلم يعني انا يعني احنا قريبين لبعض، الجمهور دايما عارف، الجمهور بقى يفهم في كره القدم، فالكلام السلبي الكتير وهي زرار في 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 الفيسبوك اسمه شير 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 شير، هو ده اللي خارب الدنيا كلها، هو ده سبب في اي مشكله بتحصل، ان اي حاجه قد كده بتكبر بتبقى قد كده. يا جماعه في حاجه مهمه تانية، موضوع الترافيك. ممكن واحد يكتب خبر متفبرك، خبر مش حقيقي، خبر مش صح، زي اللاعب بتاع كينيا اللي اترحل عشان على الناس فضلوا يتريقوا عليه، مش صح يا جماعه، الكلام ده مش صح والله العظيم، والناس طلعوا نفوا الكلام ده. وبالتالي لما اجي اتكلم مع حضراتكم هنعرف دلوقتي بقى ايه الحاجات الحقيقيه وايه الاخبار الصح وايه الكلام الايجابي اللي احنا بنتكلم عليه. مشكله عمرو ورده هنتكلم عليه، بس هنتكلم عليها لما نتكلم في الاول في الاخبار المهمه، ونتكلم في الاخبار اللي هي دي المفروض نتكلم عليها ونركز فيها. بنتكلم على سياده الوزير، بنتكلم على اتحاد الكوره، بنتكلم على اللعيبه، بنتكلم على استعداد منتخب مصر لاوغندا، بنتكلم على مشوار منتخب مصر، هو ده الكلام اللي هنتكلم فيه. هنتكلم على المنتخبات الاخرى اللي احنا بنتمتع بيها. مين في حضراتكم ما تمتعش بمنتخب الجزائر واللعيبه اللي موجوده في منتخب الجزائر؟ مين فيكم النهارده ما تمتعش بمنتخب المغرب وجمال منتخب المغرب وحلاوه منتخب المغرب؟ كان نفسي اقول تونس، بس تونس عندها سوء حظ كبير جدا، لكن نتمنى ان منتخب تونس يعود الى المسار الصحيح ويعود الى صعوده الى دور 16 كاول او ثاني المجموعه. موضوع هيبقى صعب لكن مش مستحيل. هبدا معاكم في الاخبار، وهبدا معاكم بوزير الرياضه يجتمع بلاعبي منتخب مصر بعد ازمه عمرو ورد. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه عقد اجتماع ودي مع لاعبي منتخب مصر خلال الساعات القليله الماضيه في مقر اقامه المنتخب في القاهره. وشهدت الجلسه حضور الباشمهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد للحديث عن طموحات منتخب مصر. هو ده الكلام الايجابي اللي بقول لحضراتكم عليه في بطوله كاس الامم الافريقيه والفتره المقبله بعد التاهل للدور الثاني بشكل رسمي. طالب سياده الوزير لاعبي منتخب مصر ببذل اقصى ما لديهم من مجهود لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر في البطوله القاريه. ملايين من الشعب المصري يا جماعه مستنيين المنتخب الوطني يرفع كاس البطوله. لعيبه منتخب مصر لعيبه رجاله تتحملوا مسؤوليه بعض، تساعدوا بعض وتشيلوا بعض وقلبكم على قلب بعض علشان تتوجوا بالبطوله. خليكم عارفين ان الناس الغلبانه، الناس اللي على قد حالها، ما عندهاش فرحه في اليوم غير فرحه منتخب مصر انه يفوز، فرحه ماتش. كل كام يوم بينزل يتفرج على ماتش وبيدفع فلوس في القهوه او بيدفع فلوس في المكان اللي حابب يتفرج عليه او في البيت، زي ما طبعا الحكومه المصريه وفرت للشعب المصري قناه مصريه بتنقل الحدث. لكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان المواطن المصري الغلبان بيحب ينزل يتفرج على القهوه، بيحب يتفرج وسط اصحابه وسط زمايله، فنفسهم ان في اخر اليوم او في اخر المباراه منتخب مصر يفوز. فلاعيبه منتخب مصر اكيد عندها شعور طيب واكيد عندها الحماس والغيره
ان هي ما تزعلش ولا واحد من الملايين اللي قلبهم على منتخب مصر ونفسهم انهم يشوفوا منتخب مصر يتوج بلقب الافريقي للمره الثانيه. ما حدش يختلف معايا ان الكوره هي مصدر السعاده، مش هقول الوحيد بصراحه يعني، لكن هي من مصادر السعاده القليله اللي بتفرح الشعب المصري، اللي بتجمع الناس كلها، بتجمع كل الانتماءات، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي، كل الناس بتتجمع على قلب واحد اللي هو قلب منتخب مصر، بتجمع كل الناس، كله بيحب بعض في الوقت الحالي، كله بيكون عايز منتخب مصر يفوز، كله بيكون عايز منتخب مصر ان هو يتفوق. لكن زي ما انا اتكلمت على منتخب مصر، منتخب المغرب واحد من المنتخبات المحترمه جدا، واحد من المنتخبات القويه، مرشح للقب بقوه، طبعا اكيد هيكون موجود في السيمي فاينل، علشان كده هيكون معانا او معانا على التليفون واحد من نجوم منتخب المغرب وهو الكابتن عبد الكريم نيري. كريم وكابتن كريم، وبرحب بحضرتك على قناه الاهلي. مساء الخير سي ربيع، منورنا يا كابتن. اهلا وسهلا وسهلا بالشعب المصري. يعني منتخب المغرب يا كابتن كريم النهارده متعنا امام منتخب كوت ديفوار، وبصراحه منتخب المغرب يستحق الفوز ويستحق ايضا المنافسه على اللقب الافريقي. راي حضرتك في المنتخب المغرب، وعايز اعرف الفارق ما بين المباراه الاولى للمنتخب المغربي اللي كان فيها المستوى متوسط ومنتخب المغرب امام كوت ديفوار، منتخب مختلف تماما. هو في المقابلة الأولى مع الفريق الناميبي ما كناش في المقابلة كبيرة، ما درناش مقابلة بالمستوى، ولكن هذه كتبقى المقابلة الأولى مع الفريق الوطني، لأن أول المقابلة الأولى كتكون فيها إمكان، ماشي ما كاينش التركيز، يكون ما كاينش الإمكانيات، ولكن الحمد لله انتصار هو ب1-0، هو كنقولوا هو كنقولوا بحال شي حاجه اللي ما كناش ننتظروها، لان الفريق الناميبي ماشي فريق قوي، ولكن الفريق المغربي الامكانيات ديالو هو الانتصار بهذه المقابله الاولى، لان هي الاولى في قال لك في هذا الدوري، خاصك اولا الانتصار، وتنظر بان الفريق المغربي الاولى قال لك ما كانوش في المستوى، ولكن كانت مقابله للمغرب كان فيها بيان سور كان فيها الامكانيات باش يسجلوا الاصابه، ولكن الاصابه جات في الدقيقه الاخيره، وهذا اللي اعطانا اليوم انتصرنا على الفريق الساحل العاجي. كابتن كريم، حضرتك شايف ان تفوق منتخب المغرب المتكرر في الفترات الاخيره على منتخب كوت ديفوار، هل بسبب وجود مدير فني محترم عنده خبرات سابقه ضد المنتخب الايفواري هو رينارد، ولا التفوق بسبب اللعيبه والنجوم اللي موجودين في الفتره الحاليه؟ هو في الحقيقه كاين المدرب وكاين اللاعبين. الانتصار كيمشي على اللاعبين اولا اللي هما اللي كاين في الملعب، وكاين فريق عنده مدرب، لان مدرب رونارد عنده التجربه، عنده الاكسبيريونس، عنده التجربه، وكنظن هذا المدرب عطى الخطه ديالو ضد الفريق اللي كيعرف هو الساحل العاج، لان كيعرف الكره الافريقيه، وكنظن بان النتيجه اليوم كانت في المستوى، لان كناش ننتصروا الا ب1-0، كنا ننتصروا بتقريبا 3-0، لان كان عندنا الامكانيات باش نسجلوا، ولكن هذه كتبقى الا الحمد لله الانتصار اليوم بالقوه بالاراده وبالامكانيات اللي عند الفريق الوطني المغربي. كابتن كريم، هل لو نقول ان بدايه المنتخب المغربي ممكن ما تكونش قويه زي ما احنا اتفقنا انا وحضرتك، هل ممكن يكون بسبب المشكله او الاستبعاد اللي تم لمهاجم الفريق حمد الله والشكل في رحيله، بعد كده ممكن يكون المدير الفني ما عرفش يتناول الموضوع نفسيا مع المنتخب المغربي، ويمكن المباراه الاولى هي كانت كبش الفداء لاستبعاد حمد الله، وبعد كده المنتخب المغربي قدر ان هو يعني يفوق ويرجع تاني للمستوى المعهود وللمنافسه الشرسه في لقب افريقي مهم بالنسبه له؟ الاستاذ المشكل ديال حمد الله هذا مشكل كنقولوا ما عندوش عندنا نقولوا ما خصوش يكون مشكل، لان هذه المشاكل كنقولوا مع كاس افريقيا نتقدوا نتكلموا على هذا المشكل. تمام. هذا المشكل اللي تكلم عليه الحمد لله هو مشكل. انا بالنسبه لي لاعب عنده الامكانيات، عنده المهاره، عنده هداف، كنظن الفريق الوطني كيبغي يلعبها بهاد اللاعبين، ولكن اللاعب الا كان عنده مشكل مع لاعبين ولا مع المدرب هذا مشكل اخر. حنا اليوم كنعرفوا بان الفريق الوطني مشى 23 لاعب، الحمد لله ما كاينش في الفريق، ولكن الحمد لله كاين لاعبين اللي اليوم
كأنصري اليوم أنصري دار مقابلة كبيرة. ألور ما غاديش نتكلموا على واحد اللاعب ما نعرفوش المشكل ديالو، لأن صراحة أنا مع المشكل ديالي أنا كلاعب قديم وسابق الفريق الوطني، ملي كتكلم على قميص الفريق الوطني مزبوط. كتحمل الفريق كتحمل القميص وكتلعب بأي مشاكل، أي مشاكل تكون خاصك تكون ترد على الفعل وتمشي للفريق الوطني وتلعب في الفريق الوطني. هذا هو أما المشاكل الأخرى هذه مشاكل نتكلموا عليها من بعد نهاية كأس إفريقيا إن شاء الله. كابتن كريم، وهل شايف ان اداء منتخب المغرب مباراه تلو الاخرى يعني بيتطور تحت قياده هيرفي رينارد؟ وكان ده اليوم تطور احسن، لان يعني اليوم لكشي المقابله كانت في الامكان كانت ممتازه، كانت مقابله كنا اليوم نسجلوا جوج ولا ثلاث اصابات، ولكن الحمد لله دابا حنا غاديين قال لك بكل مقابله لعبوا مقابله، اليوم لعبنا مقابله بدينا مع الناميبي، اليوم لعبنا مع الساحل العاج، كاين عندنا مقابله ثالثه ان شاء الله، وحنا غاديين في الطريق الصحيح. أنا الفريق الوطني المغربي في المقابلات اللي شفت الان مع مصر كنظن بان المغرب عنده فريق باش يمشي نهايه كاس افريقيا، ومصر حتى هي راه عندها الفريق، راك شتي الفريق ديال مصر اللي بداو كيطلعوا الايقاع ديالهم، كنظن بان فريق يحترم وفريق اللي حتى هو عنده الامكانيات باش يدي كاس افريقيا. يعني حضرتك ان شاء الله تتوقع صعود المنتخب المغربي الى المباراه النهائيه او حتى على الاقل للسيمي فاينل؟ طيب، واضح ان حصل مشكله في الاتصال، هنرجع ونكلم الكابتن كريم تاني، لكن منتخب المغرب من المنتخبات المحترمه جدا زي ما قلت لحضراتكم، وهنكمل اسئلتنا. كنت عايز اساله على منتخب المغرب قادر على الوصول الى المباراه النهائيه ولا لا، ويمكن هعرف منه الاجابه لو رجع لنا تاني على حسب الشبكات في المغرب العربيه الشقيق. طيب، لسه مكملين مع الاخبار. و تحدى الكرة يؤكد في بيانه لاعبي منتخب مصر لم يدلوا بأي تصريحات. طيب، عايزكم حضراتكم تركزوا معايا كده علشان يعني انا هقرا لحضراتكم الخبر اللي موجود على الصفحة الرسمية او الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، وبعد كده هشرح لحضراتكم الحدوتة كانت ماشية ازاي. اصدر اتحاد الكرة تنويها اكد فيه عدم ادلاء لاعبي منتخب مصر اي تصريحات، وياتي ذلك رغم نشر صفحة اتحاد الكرة الرسمية على فيسبوك لتصريحات لكل من محمد صلاح واحمد المحمدي يعلنان فيها المساندة لزميلهما عمرو ورد. وأعلن اتحاد الكرة أن ما نشر عبر صفحته كان بطريق الخطأ، وقال بيان اتحاد الكرة يؤكد الاتحاد المصري فيه أن لاعبي المنتخب الوطني لم يدلوا بأي تصريحات صحفية، وأن ما نشر على لسان بعض منهم على الموقع الرسمي للاتحاد كان بطريق الخطأ. وأشار البيان لقرار الاتحاد حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط، وأكد أبو ريدة للاعبين على مطالبة ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على أدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر. طيب، ارجعوا لي بقى كده. طيب، أنا هقول لحضراتكم اللي حصل في الموضوع وفي الأزمة علشان خاطر الموضوع تاني واخد أكبر من حجمه، وأحكي لحضراتكم إيه اللي حصل عشان الموضوع متلخبط والموضوع بصراحة غريب. يعني أنا نزل تصريحات على الصفحة الرسمية وبعد كده أنفي أقول الكلام ده كان بالخطأ. ماشي. طيب، أول حاجة وأول قرار طلع هو إيقاف كابتن عمرو ورد من الباشمهندس هاني أبو ريدة، وبالتالي خلاص تم استبعاده. الكلام ده يعني بنتكلم في مباراة الكونغو. وعلى فكرة وبالمناسبة، وده في كتير ممكن ما يكونش عارفه، إن الاتحاد الأفريقي تم إبلاغه برفع اسم عمرو وردة من قائمة منتخب مصر، ده قبل مباراة الكونغو أو يوم مباراة الكونغو. بعد كده حصل مصر كسبت 2-0، وحصل زي ما احنا شفنا باهر المحمدي واحمد المحمدي في الملعب، كل واحد يعني بين بطريقه مختلفه ان هو متضامن مع عمرو ورد. الماتش خلص، لقينا ان محمد صلاح عمل تويته بالانجلش علشان يدافع فيها عن عمرو ورد، او يقول ان اللاعب يعني غلط لكن ممكن يتعاقب لكن ما يستحقش الذبح. بالمناسبه عمرو ورد بعد ما تم ابلاغه ان هو خلاص بره، عمرو ورده رفض ان هو يخرج من المعسكر، وهكمل لحضراتكم بس نرجع تاني للكابتن كريم. وكابتن كريم، وبرحب بحضرتك تاني، وعايز اعرف يعني راي حضرتك، هل حضرتك شايف ان المغرب ممكن يكون في المباراه النهائيه او على الاقل يكون في المربع الذهبي للبطوله الافريقيه؟ انا كنظن بان الفريق المغربي يكون عنده الامكانيات باش يوصل لنهايه كاس افريقيا، لان هذه السنه هو سنه
كابتن كريمو، عايز اعرف راي حضرتك برضو في اداء منتخب مصر وتنظيم البطوله في مصر بشكل عام. اداء الفريق مصر هو في المستوى صراحه. المقابله الثانيه كانت في المستوى، والانتصار كانت على الفريق المصري، كانت كلها في البلد، وكاين واحد الضغط، كاين واحد الضغط على الفريق، هذا مشكل مشكل، ولكن الحمد لله الفريق ديال مصر ولكن تحسن. طيب ممكن لو سالت الكابتن كريمو بخبرته المعهوده ونجوميته، ممكن تتوقع مين اربع فرق يكونوا موجودين في دور قبل النهائي لبطوله الامم الافريقيه مصر 2019 ان شاء الله؟ المغرب مصر، المغرب مصر، بعد الجزائر ان شاء الله، تمام، واحنا كنقولوا الكاميرون. يعني هم دول اربع فرق، مصر والمغرب والجزائر والكاميرون، الفرق اللي بان لي عندهم الامكانيات صراحه. كابتن كريمو، نجم نجوم منتخب المغرب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناة النادي الأهلي. يعني ده كان رأي الكابتن كريمو عبد الكريم ميري، واحد من نجوم منتخب المغرب في العصر الذهبي. أكمل مع حضراتكم القصة. وصلنا لحد أن اللعيبة اعترضت بعد المباراة بشكل عام أن اللاعب يتم وقفه وأن اللاعب يتم استبعاده. حتى اللاعب نفسه رفض أن هو يخرج من معسكر المنتخب، واللعيبه قالت له خليك قاعد علشان الموضوع فيه جديد. طيب بعديها حصل اجتماع مع الباشمهندس هاني ابو ريده، كان موجود فيه احمد المحمدي ومحمد صلاح، ورفضوا اعقاب عمرو ورده وقالوا ان المنتخب عائله واحده ولازم كلنا نكون جنب بعض. طيب باشمهندس هاني ابو ريده بيعقد اجتماع مع طبعا سياده الوزير ومع اللعيبه، وقرار رجوع عمرو ورده كان بالمناقشه وبالاتفاق مع كل الاطراف، والكلام كان على يعني قدام لعيبه منتخب مصر كلها، وتم مناقشه الموضوع وكل واحد قال رايه. ولكن طبعا احمد المحمدي كابتن منتخب مصر ومحمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم هم اللي كانوا في المقدمه. بعد كده احمد حجازي كتب تويته، محمد صلاح كتب تويته، احمد المحمدي كتب تويته، وعلي غزال كتب تويته. يعني كل ده حضراتكم لو دخلتم على الصفحات الرسميه لكل اللعيبه اللي قلت لحضراتكم عليها هتلاقي ان الكلام ده موجود رسمي فعلا. بعد كده الاتحاد المصري او موقع الاتحاد المصري اخذ الكلام ونشره على الموقع الرسمي. وبعد كده لقينا ان الموضوع بعديها بساعه مفيش عمرو ورده، خلاص اتشال عنه الايقاف، موجود مع منتخب مصر وهيتم ايقافه بس في مرحله المجموعات او دور المجموعات، هيبقى مش موجود في ماتش اوغندا، وبدايه من دور 16 هيكون موجود. بعديها لقينا الموقع نفى الكلام اللي كان مكتوب وقال ان الاخبار تم تداولها عن طريق الخطا، وبالتالي الموضوع يعني الموضوع مش مفهوم، الموضوع ما حدش عارف حاجه، الموضوع زي ما بقول لحضراتكم فيه يعني لخبطه كتيره جدا. لكن زي ما قلت لحضراتكم ده خبر عمرو ورده ومش هتكلم عليه كتير، وهتكلم عليه مره واحده بس ومش هعيد وازيد فيه علشان الموضوع ما ياخدش اكبر من حجمه. عايز اتكلم على منتخب مصر وعلى دور منتخب مصر في مباراه اوغندا والكلام اللي حضراتكم عارفينه. طيب نروح لخبر تاني. مستر اجاري يرفض حضور الاعلام لمران المنتخب الرئيسي قبل لقاء اوغندا. رفض خافير اجاري المدير الفني المكسيكي منتخب مصر دخول وسائل الاعلام لمران الفريق الرئيسي قبل لقاء اوغندا. وكشف الاتحاد المصري لكره القدم عن خوض مران المنتخب الرئيسي مساء اليوم الجمعه استعدادا لمواجهه اوغندا، وابلغ اجيريا الاتحاد الافريقي لكره القدم بذلك ايضا على ان يكون المران سريه. منتخب مصر ضمن التاهل الى دور 16 من كاس الامم الافريقيه بعد فوزين متتاليين على زيمبابوي والكونغو الديمقراطيه، ويلتقي منتخب مصر مع اوغندا مساء يوم الاحد ان شاء الله ضمن مباريات الجوله الثالثه والاخيره للمجموعه الاولى من بطوله الامم الافريقيه. منتخب مصر يحتاج الفوز من اجل تصدر المجموعه في انتظار تحديد المنافس في الدور التالي. عايز اقول لحضراتكم معلومه بس، او عايز اقول كده رجاء او طلب من لعيبه منتخب مصر، اللعيبه المحترمه، اللعيبه المؤدبه، اللعيبه اللي دايما بتكون عارفه قيمه الصحافه والاعلام. زمايلنا الصحفيين بيشتكوا ان في منطقه الميكسد زون مفيش ولا لاعب من منتخب مصر بيروح يسجل مع اللعيبه. زي ما بقول لحضراتكم منطقه الميكسد زون اللي اللجنه المنظمه عملتها، واعتقد ان هي ميكسد زون موجوده في اي حته في العالم. ميكسد زون دي منطقه بيبقى موجود فيها بيختلط الصحفيون والاعلاميون باللاعبون الفريقين، منطقه بيعدي فيها لعيبه المنتخب مصر مثلا ومنتخب الكونغو. كابتن محمد صلاح ما بيسجلش مع حد خالص، يعني صحفيين، يعني صحفيين مصر وصحفيين بلادنا المحترمه وصحفيين ناس ليها كل الاحترام والتقدير، كابتن محمد صلاح ما بيسجلش مع حد خالص. محدش طيب
طيب هنروح لمكالمة مهمة أيضا عشان نتكلم على منتخب الجزائر مع واحد من نجوم التدريب واللي ضرب منتخب الجزائر عام 2006 وهو المدير الفني جان ميشيل كافالي. مستر جان ويلكم اون الأهلي تشانل اند اتس اور بليجر تو هافينج يو. Hello everything. Mr. Jan, of course, at the beginning, I want to know your opinion about the CAN 2019. Yes. What's your opinion about the tournament itself? Sorry, I don't understand everything. I want to know your opinion about the African Cup of Nations 2019 in general, about everything, the national teams, the 24 teams. Yes, yes, the national team of Algeria. Mr. Jan, okay, tell me about the Algerian team and your opinion about the performance of the Algerian team also. Sorry, the communication is not very good. Okay, good. We will try. Too much busy. So, we will try to call you again. We will try to call you again. معلش هنحاول نكلم مستر جان ميشيل كافالي مرة تانية عشان واضح إن بيقول في مشكلة في الاتصال ومش سامع كويس. سألته في الأول رأيك في بطولة أمم أفريقيا بشكل عام. ما سمعش كويس وبعد كده قلت له تاني قال لي قصدك منتخب الجزائر؟ فرجعت تاني قلت له منتخب الجزائر قال لي مش سامع حاجة خالص. طيب هنرجع له تاني إن شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم كابتن محمد صلاح مش بيسجل مع اي حد ولا بيقف يتكلم مع الساده الصحفيين خالص. نادرا لما بنلاقي حد موجود. فرجاءهم من لاعبي منتخب مصر دول صحفيين مصريين بيعملوا شغلهم، يا ريت حضراتكم تقفوا بس تقولوا لهم كلمتين علشان ده شغل وعلشان خاطر هي مش حاجه زياده حضراتكم بتعملوها، لا ده حاجه يعني هو حق كل صحفي وحق كل اعلامي ان يكون معاه تصريح باس كاحد المصارحين بيه ان هو يكون موجود في منطقه الميكس زون وان هو ياخد كلام من حضرتك سواء لاعب او مدرب بعد المباراه. معلش مع احترامي لحضراتكم حكيم زياشي بيتكلم، رياض محرز بيتكلم، ساديو ماني بيتكلم، كلهم بيتكلموا، ما فيش واحد في منتخب كلهم نجوم ما حدش فيهم ما اتكلمش او ما سجلش مع لعيبه او مع صحفيين واعلاميين منتخب مصر او صحفيين مصريين بشكل عام اسف. فعشان كده بقول لحضراتكم رجاء. طيب نرجع تاني لجان ميشيل كافالي. مستر جان ويلكم اجين اون الاهلي تشانل. ناو اتس بيتر ان ذا كونكشنز اور اتس ستيل نوت جود؟ Yes, yes, now it's better. Okay, of course, I want to know your opinion at the beginning of the performance of the Algerian national team. Yes, the performance is very, very good. Very good, very well. But now it's in the eighth final of tournament. It's not very, very, very good, very well pression. And the performance for the Senegal is very, very. Hello. Oui. There you are. Hello. Yes, yes. Do you understand? Yes, yes, of course, of course. طيب أنا I will translate and then I'll be back to you. سألته في البداية عن رأيه في منتخب الجزائر، قال لي منتخب الجزائر بيأدي بطولة جيدة، قدم مباراة قوية أمام المنتخب السنغالي، وبالتالي يعني هسأله على تطور المنتخب الجزائري وهسأله على فرص وحظوظ المنتخب الجزائري في الفترات القادمة. مستر جان، do you think that the Algerian national team can go to the semi-final and go to the final and win the African Cup of Nations or there are another national teams can be a good opponent to the Algerian national team? But for me, the Algerian national and Egypt is for me the two team it wins this tournament. اوكي طيب انا سالته على حظوظ المنتخب الجزائري، هل المنتخب الجزائري يقدر يصعد الى المباراه قبل النهائيه والمباراه النهائيه ويقدر يفوز بالبطوله ولا ممكن يلاقي عقبات ومنتخبات قويه تقدر تقصي المنتخب الجزائري؟ قال ان هو بالنسبه له منتخب الجزائر ومنتخب مصر هما المنتخبين المرشحين ان هم يكونوا موجودين في النهائي. مستر جان، ار يو فولوينج ذا ايجيبشن ناشونال تيم ان ذا كان؟ يس اوف كورس. I want to know your opinion about their performance also. Hello? Hello, I want to know, Hello? Mr. Jan, I want to know your opinion about the Egyptian national team also. Ah, yes, the national team
for me it's the best final, it's Algeria, Algeria and Egypt. For me it's the best final with the tournament. Okay. طيب. Mr. Jan, Mr. Jan, thank you so much for being with us on the Ahli channel and we hope for you success with مولدية وهران الجزائري. طبعا واضح ان هو يعني الانجليش بتاعه يعني على قده، لكن هو طبعا مدرب كبير ومدرب حالي لمولودية وهران الجزائري. حاولنا على قد ما نقدر ناخد منه الاجابات، لكن واضح ان الانجليش عنده مش قوي قوي والفرنساوي اكيد اقوى. لكن جان ميشيل كافالي بالمناسبه عشان ده حضراتكم تكونوا عارفين ضرب منتخب الجزائر عام 2006، ضرب في الدوري السعودي والمصري مع اتحاد السكندري، والدوري الفرنسي مع ليل الفرنسي، والدوري السوداني مع الهلال، والدوري اليوناني، والدوري الايطالي، والدوري المغربي. هو حاليا المدير الفني لنادي مولوديه وهران الجزائري. ارجع لحضراتكم تاني على الاخبار ونكمل مع الاخبار. ورسميا اصابه جنش بقطع في وتر اكيلس واستبعاده من المنتخب، اثبتت الاشعه اللي اجريت لمحمود جنش حارس مرمى منتخب الوطني عن اصابته بقطع في وتر اكيلس، وتم ابلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك حيث يصعب على اللاعب استكمال البطوله. وانتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني نتائج الاشعه التي يجريها حاليا محمود جنش حارس مرمى الفريق لتحديد مدى اصابته وطريقه العلاج. وكشف مسؤول المنتخب ان جنش اصيب في مفصل قدم اثناء تدريبات اليوم المسائيه استعدادا للقاء اوغندا بعد بكره ان شاء الله في ختام لقاءات المجموعه الاولى لنهائيات الامم الافريقيه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ما ينفعش جنش يستبدل، علشان كده البطوله هيتم استكمالها بمحمد الشناوي واحمد الشناوي. موسى ماريجا رجل المباراة في مباراة مالي وتونس. موسى ماريجا واحد من أقوى المهاجمين الموجودين في القارة الأفريقية، واحد من أقوى المهاجمين الموجودين حاليا في البطولة الأفريقية. وصرح قال أضعنا الفوز وألوم نفسي بشدة. موسى ماريجا ضيع انفراد كلنا شفناه ضد معز حسن أنقذه في على مرمى منتخب تونس، لكن موسى ماريجا قال بعد ما تم اختياره أفضل لاعب في مباراة مالي وتونس للصحافة. أهو راجل تحدث للصحافة، كابتن الفريق مش كابتن الفريق، كان موجود في المؤتمر الصحفي مش موجود، الراجل اتكلم مع الصحافه بشكل عام والناس نقلت تصريحاته للمواقع الرسميه علشان احنا نقولها لحضراتكم وعلشان نعرف حضراتكم كل اللي بيدور داخل البطوله. موسى ماريجا قال للصحافه عقب التعادل 1-1 انه بيؤكد ان منتخب مالي اضاع الفوز امام المنتخب التونسي وصفا الامر بخيبه الامل. وقال كمان الوم نفسي بشده على الفرصه اللي هدرتها في نهايه المباراه. وقال ايضا دخلنا المواجهه بدافع الفوز، لعبنا مباراه متوازنه ضد منتخب يملك لاعبين كبار. طبعا منتخب تونس منتخب قوي جدا، مضيفا ان منتخب مالي سعى لاستغلال نقاط ضعفه. في النهايه نشكر الله على النتيجه ونسعى للفوز في مباراه انجولا الاخيره. اصبح نسور قرطاج صاروا في ورطه بعد ما قدروش يجمعوا سوى نقطتين على بعد لقاءين، ويتصدر المنتخب المالي المجموعه الحاليه بعد ما تغلب على موريتانيا في الجوله الاولى 4-1. منتخب مالي ويطرد لاعبا مهما بسبب خناقه على الحلاق. طيب يا جماعه مركزين معايا تاني عشان احكي لحضراتكم الناس بتستبعد الناس ليه؟ يعني منتخب مالي استبعد لعيب منتخب مالي بسبب وقعه. يعني لعيب تم استبعاده بسبب حلاق. والله زي ما بقول لحضراتكم كده، انا مش بقول كلام يعني مش بستخف بقول لحضراتكم الحاجه، انا احكي لحضراتكم الواقعه بعد كده اقراها بالفصحى زي ما هي مكتوبه معايا. دلوقتي اتحاد الكوره في مالي اصدر قرار مع المشاوره مع الجهاز الفني ان هو قرار بطرد المهاجم. طيب نروح لمكالمه مهمه مع المدير الفني الاسبق لمنتخب اوغندا في الفتره من 2013 2017 ميلوتن سيدروفيتش والشهير بميشو. مستر ميشو، I'm welcome you on the Ahli channel and of course it's a pleasure to having you on the Ahli channel. It is my honor, pleasure and privilege to be with you, dear respected friends of the biggest club in Africa. Thank you so much, sir. Of course, you have a lot of experience with the Ugandan national team and of course, I will ask you about it. How do you see the game between Egypt and Uganda? It will be on Sunday. Do you think that Uganda can make the surprise and win against the Egyptian national team, or Egypt, with the great history and the great performance, will win and will have 9 points? I would touch two aspects. One aspect of Uganda and second aspect
of Egypt. Yes. And let me start first with Uganda. Between 2013-2017, I have been coach of Uganda. Yes. And we have played 37 international friendly matches where we have put the mileage in the legs of the players, providing that players are not fearing any team to play on the continent. Mm. We have won against Nigeria in Nigeria, Senegal in Senegal, and other matches. And when I'm telling you this, I need to tell you that Uganda has, in this Africa Cup of Nations, four main pillars of their performance. Mm. Number one, is experience from the last Africa Cup of Nations where we have played with the finalists Egypt, Ghana, and Mali, where we have been very close to achieve some result. And then second thing is World Cup qualifiers, where we have also been very close, being ahead of Ghana and behind Egypt going for the World Cup in Russia. Yes. Third step is Uganda was convincingly qualifying for the Africa Cup of Nations in Egypt with one match to go without goal conceded. And fourth point, with all due credit to everything, coach Sebastian De Sabre and his technical team got a team that has a platform that he was, with his work and his coaching, succeeding to make very competitive and winning against DRC Congo and drawing against a team of Zimbabwe. Yes. Now, in this match, they are coming without any pressure, relaxed, and this is exactly where Uganda has the chance. On the other side, Uganda will have a very big problem, because when I compare team of Egypt when Hector Cooper was the coach. Yes. And when now Javier Aguirre is the coach, I need to tell you that when Hector Cooper was coach, you have been very easy to analyze, very easy to play, very predictable and easy readable book. Mm. However, with Javier Aguirre, you are not easy readable book, because special quality comes from the relations that are established in wide areas between, for example, El Mohamedi and Mohamed Salah on the right side, and on the other side where you are having Trezeguet, and this is exactly where quality is. Moreover, Elneny is more courageous to come to join towards Abdallah El Said. And towards Mohsen, and you are looking extremely unpredictable at attacking wise and not easy to take care of. So Egypt is a very good competitive team, and I expect to improve their game, the way games are going, and to play much more better, because they have player number 12. Player number 12 are supporters of Egyptian national team. They give special power to the team. I will translate this to the audience, because it's very important conversation. You also spoke about very good point. I will tell the people about it. سألت مستر ميشو مدير الفني السابق لأوغندا من 2013-2017 عن رأيه في المنتخب الأوغندي, وهل هو شايف أن منتخب أوغندا يقدر يفوز على المنتخب المصري في مباراة يوم الحد, ولا منتخب مصر عنده القدرة أن يفوز ويحصل على 9 نقاط ويصعد كأول مجموعة. الراجل اتكلم في شوية نقط يا جماعة مهمة جدا جدا, راجل بيذاكر كويس قوي, اتكلم على منتخب مصر في نقط مهمة جدا, لكن بدأ بمنتخب أوغندا وقال أن منتخب أوغندا في الفترة اللي كان موجود فيها قدر أن هو يعني يؤهل اللاعبين, وقدر ان هو يعمل لا يعني يعمل يختار مجموعه من اللعيبه قدرت تاخد خبرات, قدرت تاخد يعني من اللعب اللي لعبته كتير, سواء في تصفيات امم افريقيا او اللعب في كاس الامم الافريقيه او تصفيات كاس العالم المؤهله الاخيره, وبالتالي اخذوا كل الخبرات اللي محتاجينها. جه مستر دي صبر كمل بوجوده مع المنتخب الاوغندي بالتيم اللي موجود فيه, قدر ان هو يبني منتخب قوي, قدر ان هو يشتغل على الشغل اللي كان مبني قبليها, والكلام ده ظهر في مباراة الكونغو الأولانية, والفريق قدر ان هو يكبر معاه في المستوى في مباراة زيمبابوي. ومنتخب مصر قال لي حاجة غريبة جدا, ان منتخب الكونغو
ان منتخب مصر مع هيكتور كوبر ومع اجيري الموضوع مختلف تماما. هو اللي قال كده، انا ما قلتش حاجه. طيب هو التليفون فصل، لكن انا اشرح لحضراتكم، لو رجع معانا تاني هكمل معاه، لو ما رجعش يبقى انا بشرح لحضراتكم النقطه. قال ان منتخب مصر مع مستر اجيري مختلف عن منتخب مصر مع هيكتور كوبر. قال لي منتخب مصر مع مستر هيكتور كوبر هو كتاب مفتوح لكل المدربين اللي يقدروا يلعبوا منتخب مصر، هو قال كده على فكره. لكن مع اجيري مختلف الموضوع تماما، منتخب مصر منتخب قوي، منتخب غير مقري بالمره، عنده سيناريوهات مختلفه في الملعب، عنده لعيبه قلب الاسم يا جماعه، قال حافظ لعيبه منتخب مصر، قال محمد صلاح، عبد الله السعيد، قال تريزيجيه، قال لاعب رقم 12، قال لعيبه هو عارف بيتكلم على مين. فهو يعني وجهة نظره اكيد هو كوتش كبير وكوتش محترم وكوتش عنده خبرات افريقيه، ودرب في افريقيا، درب منتخب اوغندا من 2013 2017، درب كمان منتخب رواندا، ودرب في جنوب افريقيا اورلاندو بايرتس والهلال السوداني وسان جورج الاثيوبيا. بالتالي يعني للناس اللي ممكن تنتقد اداء مستر اجيري، ده كان كلام مستر ميلوتن سيردوفيتش الشهير بميشو مدرب اوغندا السابق عن رايه في المواجهه ما بين اوغندا وما بين مصر، ورأيه أيضا في القيادة الفنية لمنتخب مصر في عهد هيكتور كوبر وفي عهد أجيري. مكالمة محترمة جدا، مكالمة الواحد بصراحة مبسوط منها، استفاد بكلام يعني نادرا لما بنكلم مدير فني ممكن يكون متابع الكرة المصرية والمنتخب المصري بشكل رائع، ويقدر يحلل فنيات المنتخب المصري بشكل اللي حضراتكم سمعتوه. بشكر فريق العلاج جدا على المكالمات القيمة اللي بيعملوها لنا، واللي دايما بيكونوا محضرين لها علشان نجيب لحضراتكم الاخبار بالشكل الصحيح. طيب تعالوا نروح لفاصل علشان نستقبل بعديها نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، كابتن ماهر همام والكابتن محمد حشيش والكابتن اسامه حسني. بعد الفاصل خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفنا اللي مشرفينا ومنورنا، واللي هيتكلموا معانا بشكل فني بقى اكبر عن بطوله امم افريقيا وعن المنتخبات العربيه وعن منتخب مصر ومباراه اوغندا، كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن ماهر همام. يا عمر برحب بحضرتك. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ منور يا كابتن، وحشنا يا عمر. حضرتك الله يكرمك يا رب. كابتن النادي الاهلي كابتن حشيش، ازي حضرتك؟ كابتن محمد حشيش، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ منور يا كابتن، ربنا يخليك. طيب وكابتن مصر وكابتن الاهلي ونجم نجوم القناه ونجم برنامج الاشبال الكابتن اسامه حسني. كابتن اسامه نجم يا كابتن عمر، وسعدان ان احنا معاك النهارده، بس خلينا بقى ايه نحط قاعده للحوار من الاول. ماشي، يعني هتسالني بلاش تسال وتجاوب، يعني اسالني سيبني انا اجاوب على حاجه. انا اول مره اقعد على ترابيزه واحده، علشان كده في محبه زياده شويه، لكن كابتن ماهر وكابتن حشيش يعني بيجوا معايا على طول. طيب قبل ما نبدا مع ضيوفنا، كنت في خبر بتكلم عليه قبل الفصل، منتخب مالي بيطرد لاعب مهم بسبب خناقه على الحلاق. احكي لحضراتكم القصه سريعا عشان هو موقف كوميدي جدا. منتخب مالي كان عايزين حلاق، فالحلاق راح لهم المعسكر، ففي لعيب قعد قبل لعيب، فاللعيب ما عجبوش الوضع فراح مديله على دماغه وهو قاعد بيحلق، فالموضوع حصلت خناقه، حصلت مشكله. الاتحاد المالي اتشاور مع الجهاز الفني للمنتخب وقرروا ان هم يستبعدوا اللاعب ويرحلوا المالي بسبب اللي اتضرب ولا اللي ضرب؟ لا اللي ضرب. اللي ضرب. تخيلوا حضراتكم عشان ضربوا كده على دماغه ضربه خفيفه، مش بس استبعدوه ويعني قالوا له انت خلاص مش موجود معانا، لا صفروه على مالي على طول وقرار بلا عوده. ويعني انا كان رايي يستبعدوا الحلاق. شنو السبب؟ ولا يستبعدوا السبب في اللي جاب الحلاق؟ لا الحلاق اللي عمل مشكله، هو اللي قعد واحد قبل واحد. طب يا كابتن هو باله الحلاق برضك بيعرفش ان ده اقدم منه، ممكن يكون الكابتن بتاعه تحلق بتلاقي كرسي واحد عند الحلاق. طيب ولا بتلاقي مثلا خمس ست كراسي؟ لا احنا بنلاقي على حسب، انا بلاقي كتير بقعد على اللي فاضي. طيب نتكلم بقى فنيا مع نجومنا اللي موجودين معانا، و نبدا كابتن ماهر لقاءات اليوم ولقاءات الامس. احنا كنا موجودين مع كابتن اسلام يوم الاربعاء، وبالتالي ما كناش موجودين في لقاء السنغال والجزائر، مباراه قويه جدا جدا. مباراه المغرب وكوت ديفوار ايضا مباراه قويه، ومنتخب تونس ومنتخب مالي ايضا مباراه قويه. لكن هبدا مع حضرتك في المنتخبات العربيه وتحليل حضرتك وتقييمك لاداء منتخب المغرب امام المنتخب السنغالي. هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني احنا شفنا المنتخبات العربية في النسخة الثانية او المرحلة الثانية بالنسبة لها. انا قلت المنتخب المغرب امام المنتخب كوت ديفوار، منتخب الجزائر امام منتخب السنغال، اتفضل يا كابتن. فواضح طبعا ان المنتخبات العربية اتأثرت في البداية من المباراة الأولى. يعني ما كناش حاسين ان الثلاث منتخبات العربية او الأربع منتخبات العربية ما كانوش بالمستوى
يعني في البداية اللي احنا عارفينه عنه. تمام. لكن كنا متوقعين ان المباراة التانية هتبقى بالنسبة للمنتخبات العربية نقلة فنية وبدنية وتكتيكية، وده يا عمر اللي فعلا حسيناه وشفناه من مباراة الجزائر امام السنغال. كانت مباراة قوية جدا، يعني منتخب الجزائر ظهر بمستوى مميز من ناحية طريقة اللعب ومن ناحية الخطة. يمكن بداية منتخب الجزائر كانت فيها مشكلة عندها في نص الملعب، ان هو بدأ بعنصرين ما كانش عندهم الخبرة وما عندهمش التواجد الدولي بشكل جيد، وده مش عيب ان المدرب ممكن يخطأ في التشكيل، لكن الأهم والأفضل انه رجع لثوابه في حتة التغييرات، ورجع قدر ان هو يلعب بلعبة الوسط اللي هم عندهم خبرة بشكل جيد، وأثروا تأثير كبير جدا على المباراة خلال 90 دقيقة، ان هم قدروا يتفوقوا على السنغال اللي هو السنغال احنا شفناه برضك من الفرق الثقيلة وفرق ليها باع كبير. فانا عايز اقول لك ان 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 الجزائر سبب المكسب في مباراة السنغال والظهور بهذا المستوى الروح القتالية العالية يا عمر، ودي اللي بانت من بداية المباراة المرحلة الثانية في معظم الفرق العربية. يمكن تونس برضك ظهرت بمظهر افضل من المباراه الاولى، لكن اتعادلت في نتيجه المباراه، لكن كان في شوط برضك عندها في روح قتاليه عاليه وفي اصرار بشكل جاد. المغرب كمان النهارده واضح قوي ان فرقه من الفرق الثقيله، فرقه معظم لعبتها تحس ان هم فت، تحس ان هم عندهم اصرار وعزيمه على المكسب، بيأدوا كل الادوار اذا كانت الدفاعيه او الهجوميه بشكل جيد. فانا بصراحه معجب جدا بالفرق العربيه من بدايه مصر ثم تونس ثم الجزائر ثم المغرب، ونتمنى ان الروح القتاليه العاليه دي هي اللي تستمر من لاخر البطوله، مع الاجواء بقى طبعا الحر والرطوبه العاليه اللي كانت موجوده. يمكن مدرب تونس اتكلم اللي هو آلان إنجريس اتكلم في المؤتمر وقال ان اثرت علينا الرطوبه العاليه والحراره، اثرت على اللعيبه واثرت علينا في ادائنا خلال المباراه. وانا شايف ان ده كلام يعني رجع بينا تاني لايامنا احنا بقى، لما كنا بنقول في افريقيا احنا لما بنخسر اصل الرطوبه اصل المشوار اصل. فالنهارده ده كلام مش كلام راجل له باع كبير جدا وله اسم في عالم الكرة العربية، خصوصا ان هو اشتغل مع منتخبات على اعلى مستوى، فما ينفعش يبقى تصريحاته بهذا الشكل ويحط اسباب منها الحرارة ومنها الجو ومنها الرطوبة. عايز اقول لك ان البنية الاساسية اللي اتعملت لملاعب مصر كلها تساعد اي حد انه يلعب، تساعد اي حد انه يباصي، تساعد اي حد انه يكسب، تساعد اي حد انه يتحرك. فانا شايف ان تونس من الفرق اللي هتعاني بشكل كبير جدا، هي يمكن اللي بنستثنيها من الثلاث فرق العربيه، لكن مصر ماشيه في المسار الصح. المغرب اكدت نجاحاتها خلال المباراه النهارده، الجزائر مكسب كبير جدا، فانا شايف ان المنتخبات العربيه هتكمل المشوار ان شاء الله للادوار اللي بعد كده. كابتن حشيش، يمكن حضرتك لعبت في الدوري التونسي وواحد من نجوم مصر و تونس ايضا، منتخب تونس مش بقدر مستوى المنتخبات العربيه، منتخب الجزائر اقنعنا في الجوله الثانيه، منتخب المغرب ماشي بشكل كويس، وكله قال النهارده ان منتخب المغرب واحد من المنتخبات المرشحه بقوه ان هي تفوز بالبطوله، لكن منتخب تونس لسه ما عرفش يفك العقده اللي موجوده او يوصل للحل السليم للفوز والصعود. عنده مباراه جايه مهمه امام منتخب موريتانيا، مش عارفين ايه وضعه، هيصعد ثاني هيصعد احسن توالت، الموضوع معقد بشكل كبير يا كابتن حشيش. شوف طبعا يعني انا مبسوط طبعا للدول العربيه كلها دلوقتي. انت بتتكلم على الناس الاوائل، الناس اللي صعدت الدور اللي بعد كده، طبعا مصر والجزائر والمغرب والجزائر دول اساسي، ومعاهم طبعا نيجيريا، دول اوائل الناس اللي اتاكد طبعا ان هم العلامه الكامله اللي هم سته. تمام طبعا يعني لسه تونس البدايه بتاعتها متعسره شويه لحد ما،
بس اعتقد ان النهارده يعني الاداء احسن من المباراه اللي فاتت. ابتدى يظهر شكل معين لما الراجل اقتنع وسمع الانتقادات الكتيره اللي حصلت في بدايه المباراه الاولانيه على التشكيل الاساسي، ابتدى يغير شويه. النهارده بان الانسجام شويه على فرقه تونس، والروح بتاعتهم كانت قويه. خلي بالك برضو كانوا بيلعبوا فرقه قويه جدا النهارده، يعني مالي برضو انا اعتقد حصان اسود يا كابتن، انا بعد حصان اسود بالظبط كده. بعد المباريات اللي عملتها سواء المباراه الاولانيه 4-4 والمباراه بتاعه النهارده بتلعب فرقه تونس وعايزه تكسب وعايزه تكمل، لا فرقه عندها قدرات كبيره جدا من اللياقه البدنيه والمهارات الاساسيه والسرعه وهدافين وبيلعبوا كره جماعيه. فاعتقد ان تونس برضو يعني البدايه ما خدمتش شويه مع انجولا، وبعدين المباراه النهارده يعني الاداء اتحسن شويه بس ما قدرتش برضو تحافظ او تكسب عشان تعوض التعادل الاولاني. اعتقد انها ان شاء الله المباراه اللي جايه مع موريتانيا هتعمل. هسألك يا كابتن على علي معلول، هل حضرتك شايف ان هو احد الحلول اللي منتخب تونس افتقدها في البطوله؟ مش بنقول كده عشان موجودين في قناه الاهلي ولا بنتكلم عشان النادي الاهلي، لكن يعني بجد هل حضرتك شايف غياب علي معلول اثر على المنتخب التونسي بالسلب في حته الشمال والهجوم، وان يبقى فيه شكل المنتخب التونسي من على الاطراف؟ انا شايف ان اثر بشكل كبير جدا. اداؤه مع منتخب تونس خلال الفتره اللي فاتت كان فارق قوي في الجبهه الشمال، عامل جبهه قويه طبعا. جدا فقدتها تونس خلال المباراتين اللي فاتوا، بيلعبوا ناحيه اليمين وهو ناحيه الشمال عن استحياء. لا هو كان الحقيقه علي عنده الحته التكمله دي، بيعمل جبهه قويه جدا كان ممكن تفرق معاهم في الماتشين. وانا يعني بعتقد ان هو القرار اللي خدوه القرار الاداري اللي هم بيقولوا عليه اداري، يعني كان المفروض يبقى ده منتخب البلد وده مصلحة البلد، كان لازم يبقى فيه تراوي أكتر من كده، وكان ممكن الموضوع يتعالج بشكل أكتر يعني. إنما لسه الأماني ممكنة، لسه عندهم مباراة أعتقد إنها مع أضعف فرقة في المجموعة، ممكن المكسب يعوضهم شوية، وعلى الأقل هيطلع على الأقل يعني ممكن يطلع أحسن توالت. لو جينا نتكلم بقى على المنتخبات التانية القوية اللي احنا كنا بنرشحها من البداية، زي منتخب المغرب اللي انا برشحه من قبل البطوله ما تبدا، ويمكن كنت المباراه الاولانيه سمعت انتقادات كثيره جدا في السوشيال ميديا والمحللين، المغرب وما ظهرش بمظهر كويس واصل البدايه. بالعكس حتى الاداء المتوسط اللي عمله في المباراه الاولانيه مع ناميبيا اعتقد ان برضو كان ظاهر ملامح فرقة كبيرة وفرقة محترمة وفرقة عندها قدرات كبيرة جدا، عندها لعيبة على مستوى عالي، عندها تجانس وعندها كم من المحترفين، وبان النهاردة في المباراة طبعا اللي اتلعبت النهاردة ضد الساحل العاج، طبعا بيلعبوا فرقة قوية جدا جدا، شفنا أداء غير عادي طول الماتش، بيلعبوا فرقة برضو من الفرق على فكرة المرشحة، فرقة الساحل العاج بتضم محترفين كتير جدا، لعيبة على مستوى عالي. إنما المغرب النهاردة قدم كل فنون الكورة، يعني أنا لو عايز أقول لك كاتب قصايد في المغرب النهاردة من الاستحواذ أسامة ومن الضغط صح. الضغط كان بيعملوا ضغط في الأماكن اللي فيها الكورة عشان يقطعوها على الفرقة بتاعت ساحل عاج، خنقوهم بمعنى الكلمة بلغة الكورة، عملوا كل حاجة، هجمات استحواذ ضغط على المنافس بشكل كبير جدا، خطورة على المرمى، يعني بصراحة النهاردة عملوا تعالى نطير لتونس مع واحد من نجوم النادي الأهلي والمنتخب التونسي الكابتن أنيس بوجلبان علشان نتكلم معاه بشكل أكبر عن منتخب تونس. يا كابتن أنيس برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بيك عمر، تحياتي ليك وتحياتي لكل الكباتن اللي معاك موجودين. سلمنا عليك كتير طبعا حبيبي اسامه وكل الاهلاوي. كابتن انيس، يعني كنا بنتكلم على منتخب تونس وان منتخب تونس للاسف ما قدرش يفوز على المنتخب المالي، وكان نفسنا يفوز علشان يكون عنده 4 نقاط ويضمن تاهله الى دور ال 16. عايز اعرف راي حضرتك في اداء المنتخب التونسي اليوم امام منتخب مالي وفرص المنتخب التونسي في المباراه القادمه ان شاء الله. بالنسبه للمباراه اليوم طبعا من احسن الاداء كان من مباراه الاولى ضد منتخب انجولا، للاسف المنتخب التونسي عكس المنتخبات العربيه المغرب الجزائر ومصر اللي حققوا انتصارات، ما زلنا نبحث عن الانتصار الاول. الاداء نوعا ما في تحسن لانه صار في تغييرات على مستوى
التشكيل من المنتخب مقارنة بالمباراة الأولى. للأسف مرة أخرى منتخبنا يضيع الأرض، لأنه صراحة يعني الشارع غير الكونتيتوني، والرياضيين والنقاد الرياضيين كل مستغربين من طريقة تعامل المدرب مع الرصيد البشري الموجود اللي عندي، وخاصة يعني التغييرات فيها أكثر من سؤال. مدرب غريب الاستوار للأمانة، مدرب كل مباراة حارس مرمى، كل حارس مرمى يعمل خطأ يغير الغير مثل أول مرة نشوفوها يعني في دورة معروفة، يعني في دورة كل مدرب عنده الحارس الأول حتى لو أخطأ، مع البايرن ومع المنتخب يغلط ديما هو الحارس الأول. احنا على غلطة غير وتكتيك تغييرات تراكمها في كل الخطوط دفاعيا، التغييرات مثل ديما كانت نافعة، لكن هجوميا مازال المنتخب ما وصلش للأداء المنتظر. التحضيرات كانت ممتازة، شفنا انتصار على المنتخب الكرواتي وصل كأس العالم، كذا انتصارات التحضيرات في المقابل الدورة الرسمية في كأس أفريقيا، يمكن نحكوا على الانتصار. على كل الحظوظ ما زالت موجودة، الحظوظ ما زالت قائمة، لأن منتخبنا يكفيه انتصار على موريتانيا باش يتأهل للدور المقبل، لكن ممكن المدرب اللي مش عارفه انه شارع رياضي بتون بالنسبه لي موش انجاز انه يترشح، يعني حبينا نترشحه من اول المجموعه مش على الاقل نبعد عن المنتخبات القويه، لكن ظهر لي ماشيين وماشيين يعني نتاهلوا ماشيين نجيو مع منتخب قوي، منتخب المغربي او حتى المنتخب المصري كان تاهلنا احسن من كده. كابتن انيس، حضرتك كان ليك تعليق على استبعاد علي معلول من قائمه المنتخب التونسي بعد ما حضرتك شفت مستوى المنتخب التونسي في لقائين، وان الاطراف للمنتخب التونسي ما لهاش اي تاثير هجومي او ما فيش ليها اي حلول، هل حضرتك شايف ان وجود علي معلول في الفتره الحاليه مع منتخب تونس كان ممكن يزود من القوه الهجوميه لاطراف المنتخب التونسي؟ اكيد يعني اليوم مش فاهم الاسباب الحقيقيه ان استبعاد علي معلول، احسن مدافع ايسر في افريقيا وفي تونس وفي النادي الاهلي متالق في مصر، يعني علي مش ينتظر حتى حد يقيم مستواه، اضافه هجوميه كبيره لعلي معلول هذه من اليوم مش عارف الاسباب الحقيقيه، ولو انه قناعتي الخاصه انه حتى الاثنين اللي مش مع المنتخب ومش احسن منه، بالعكس علي ديما بالنسبه لي هو الافضل، مش مجانبه ومكانه كاساسي موجود، لكن مدرب ما قلت للاسف حتى النجم الصحفي ما اعطاش حتى تفسير لمبرر مقنع، متاكد انه سبب مش فني، متاكد انه سبب مش جاي، لانه علي من اللاعبين اللي ما يعملش مشاكل حتى في النادي الاهلي، كان قاعد النادي السياسي وعنده ولا مشكله كيف في المنتخب، ما فما حتى سبب، لكن نتصور انه اسباب مثال فني واختيارات بتاعه الخطا وكاش اختياراته كاش ما فيش سلفه صعب بعد كاس افريقيا، لانه صراحه دور كاش انه قال اول ما مسك المنتخب التونسي انه عنده فكره على المنتخب التونسي وهو عنده خبره طويله في افريقيا، لكن دور كاش انه ما عنده حتى فكره عن المنتخب التونسي وعلى العناصر وحتى على الكره الافريقيه، لانه نرجع شويه لمباراه اليوم قبيل الثالث يخرج مهاجم كل نتيجة واحدة يحترم المهاجم يدخل مدافع ولا كذا، وكأنه فرحان بالنتيجة التعادل ظهر لي غلط، يعني هو مش زيرو جاي المنتخب مش متعود انه يتأهل، فرموه انه منتخب تونسي العادي انه يكون في الدوري الربعي، العادي انه يكون في النهائي، عادي انه يكون ترك في النهائي، لكن كما قلت لك ممكن اما حاجة غريبة ما عنديش يعني، لكن نتصور انه مش ما نشوفوش على المنتخب، لكن بعد نهاية كأس أمريكا عصير. كابتن انيس، يعني النجم كابتن اسامه حسني عايز يسال حضرتك سؤال. ازيك يا انيس، اخبارك ايه؟ معاك اسامه حسني حبيبي يا اسامه. يا اسامه حبيبي وحشني كتير يا انيس. فين ايامك؟ الله. عايز اسالك سؤال عن الان جريس، النهارده داخل كاس الامم ما عندوش التوليفه الاساسيه لمنتخب تونس، بنشوف في المباراه الاولى امام انجولا تشكيله، بنشوف المباراه الثانيه اليوم امام مالي تغيير في التشكيل، برغم انك في بطوله ممكن التغيير يبقى في حدود واحد، النهارده تغيير في عدد كبير من اللعيبه في حراسه المرمى، انيس البدري بيبتدي النهارده، بنشوف طه الخنيسي موجود، هل عنده هيكون في مشكله في حراسه المرمى المباراه القادمه بعد ظهور معز حسن
النهارده مش بالشكل المطلوب. النهارده ممكن نشوف في المباراه الثالثه معز بن شرفيه يكون هو الحارس الثالث، فاذا يكون الثلاث حراس في منتخب تونس بيلعبوا، ودي فعلا مشكله هتواجه المنتخب التونسي. معايا في الكلام ده يا انيس ولا ايه رايك؟ يعني شوف كما قلت لك، يعني المفروض حتى لو الحارس الاول اللي هو هياخدوا نقطه ممكن الثاني على الدوري احسن حارس من الدوري السعودي، حتى لو عمل خطا المفروض ما يتغيرش، يعني هذا هو العادي. لكن هو حط نفسه في مأزق، يعني المدرب المنتخب لما الحارس الاول يعمل خطا تغيره في المباراه اللي بعدها الحارس الثاني يعمل خطا، يعني العادي العادي والخلطه بتاعه انه المباراه القادمه مش يلعب معز بن شرفية، يعني هذا هو الخطا اللي فيه. يعني كما قلت لك هو للاسف يعني تم قواعد في كره القدم، تم كما يقولوا بالفرنسيه دي جادي سي، يعني تعودنا انه ما فماش مدرب يدخل امم افريقيا ونغير حارس على خطا، يعني المفروض حتى لو غلط تدافع على الحارس بتاعك وتحميك وتقول هذا الحارس الاول وعادي الخطا هذا عادي وتدخله انت في الوقت، فتوى مش تغير، لانه يعني في الوقت هذا انت خسرت الحارس الاول وخسرت الحارس الثاني، لانه مش مشكله في معز احسن حارس اللي كان اليوم موجود امكانياته عاليه محصول، لكن للاسف انه مش قاعد يلعب، ماهوش اساسي في فريق مثل الفرنسي، لعب ممكن مباراه واحده، يعني ظاهر انه ينقص مباريات ما عندوش مباريات، هذاك علاش اخطاء اليوم كانت كبيره، فخسرنا الحارس الاول والثاني اليوم. نتصور انه انا دياز بالفلسفه نتاعه على الاقل مضطر انه المباراه الثانيه يبدا بمعاد بن شرفية، ولو اني نشوف انه معاد بن شرفية في الفتره الاخيره ممكن يعني كان يتحقق على الاقل يكون هو الحارس الثاني، كان المفروض هو يبدا لانه مع الطريق الاساسي يلعب لاعب بطوله افريقيا ولعب مباريات الكل، فهذاك علاش كما قلت لك يعني اختيارات غريبه جدا من استبعاد علي المعلول الى حراسه المرمى الى الدفاع اللي تغير اليوم المدافع الايمن الى وسط الميدان. شفنا يعني لاعب مدافع ايمن في البطوله التونسيه يلعب في وسط الميدان، شفنا وسط الميدان دفاع يلعب صنع العاب، شفنا مهاجم اليوم وتغييرات نلقاهم ديما التونسي يتصور انه من احسن اللاعبين في المنتخب التونسي، قام بتغيير يعني مدرب وكانه ساعات يعمل تغيير مركز بمركز وكانه مش قاعد يشوف المباراه اللي يشوفوا فيها احنا، يعني هذاك هو الاشكال اليوم في المنتخب التونسي. على كل مازلنا كما نقولوا امل كبير ان شاء الله، ان شاء الله في مجموعه عندنا ثقه في امكانيه اللاعبين. كابتن انيس بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب تونس الكابتن انيس بوجلبان. كابتن اسامه، منتخب المغرب ما كانش مقنع في المباراه الاولى، البعض اختلف على ازمه حمد الله هي اللي اثرت بالسلب على منتخب المغرب، لكن منتخب المغرب اليوم امام منتخب ساحل العاج منتخب فعلا قوي بمعنى الكلمه، وواحد من المنتخبات اللي ممكن نشوفها في الدور قبل النهائي للبطوله الافريقيه. لا انا اختلف معاك في نقطه ان منتخب المغرب ما كانش مقنع في المباراه الاولى، ممكن ما كانش مقنع في النتيجه، حلو، رغم ان الهدف احرزه مدافع ناميبيا في نفسه، لكن لو شفت شكل الفريق لا في شغل مدرب بيتم في الملعب، زي ما احنا قلنا دايما اول مباراه في البطوله رتم البطوله لسه اللعيبه ما دخلتش، لكن شكل المغرب عمليه الاستحواذ كانت موجوده في المباراه الاولى، عمليه خلق الفرص كانت موجوده، تدوير الكره من اليمين الشمال دايما موجوده، عملية الضغط لما بتفقد الكرة في المكان اللي انت متواجد فيه بنلاقي فيه عدد من اللعيبة كافي بيضغط بسرعة بيستخلص الكرة ويبدأ عملية الاستحواذ. اللعيبة كانت في تقارب من الخطوط، مدافعين وسط هجوم، في حالة تركيز شديدة، فلا منتخب المغرب اختلف معاك في حتة ان ما كانش مقنع، هي النتيجة لو فاز 2-3 هنقول منتخب المغرب كان مقنع، لكن كشكل او بصمات مدرب موجوده كانت موجوده، بس الشكل ظهرت بشكل اكبر بقى بالظبط اليوم امام ساحل العاج، ظهرت النهارده امام منافس قوي. النهارده ساحل العاج او كوت ديفوار منافس قوي، منافس مرشح، ناميبيا كان ممكن عاملين تكتل دفاعي، الخطوط متقاربه بيدافعوا بشكل مبالغ، لكن النهارده انت بتلعب فريق محترم، فريق بيلعب برضه على المكسب، فالنهارده قدرات الفريق المغربي النهارده ومنتخب المغرب كسب النهارده وادى اداء رائع. المستوى التصاعد المنتخب المغرب من المباراه الاولى للثانيه في تصاعد، في بصمات مدرب. النهارده سمعت تصريح مهم جدا لرينار بعد المباراه،
بيسالوه بيقولوا له النهارده رينار كسب منتخب كوت ديفوار، قال لهم لا مش انا اللي كسبت، لعيبه المغرب هي اللي كسبت. بينسب الاداء او الشغل للاعيبته، وده مهم جدا. هو مدرب من المدربين المصنفين دلوقتي، رينارد من المدرب المصنفين لبصماته، مسك زامبيا خد بيهم كاس امم، ساحل العاج خد بيهم كاس امم، بياخد مع المغرب افضل كره بيلعبها المغرب من فتره كبيره مع رينارد. لا ليه بصمه داخل الملعب. النهارده بنشوف برضو عندنا عندهم خط هجوم ما شاء الله زياش عامل شغل عالي جدا، نور الدين مرابط النهارده واخد احسن لاعب في المباراه، نجم المباراه طبعا يوسف مبارك يوسف يوسف النصيري النهارده الهدف اللي عمله له النهارده كمان نور الدين مرابط، وانه كمان بيضرب خط يعني التسلل وبيحطها ببطن رجله. لا يعني انت منتخب المغرب ما شاء الله من المنتخبات القويه جدا المرشحه انها توصل للادوار النهائيه. طيب. لو اتكلمنا برضو على منتخب تونس، عايز يعني اغطي الحته اللي كان بيتكلم فيها كابتن حارس المرمى. يا كابتن منتخب تونس لسه ما اقنعناش للحظه اللي هو موجود فيها في كاس الامم، في ماتشين بتوع انجولا والماتش النهارده مالي. حته مهمه جدا زي ما بنتكلم في البطولات المجمعه، لما بتدخل انت بمنتخب لازم يبقى عندك ثبات في التشكيل، دي رقم واحد. ما ينفعش النهارده ان انا اقعد اغير في التشكيل كتير، يعني اذا ان انا مش عارف امكانيات اللعيبه. النهارده لما بغير حارس المرمى وبلعب النهارده معز حسن وما بيظهرش بالشكل المطلوب منه، النهارده كان الافضل ان انا العب بالحارس الاولاني لعب في مباراه انجولا. النهارده هل هثبت معز حسن ولا ارجع للحارس الاولاني ولا هدي معز بن شريفيه الحارس الثالث؟ فيبقى اذا ثلاث حراس لعبوا ثلاث مرات في كاس الامم، وده مش مطلوب. يعني لو شفنا معظم المنتخبات هتلاقي في ثبات في التشكيل، منتخب تونس من المباراه الاولى للثانيه لا في تغيير كتير في التشكيله يا كابتن عمر. طيب كابتن ماهر، تفوق المنتخبات العربيه على المنتخبات الافريقيه بقى شيء ملحوظ، عندنا لعيبه كلها على اعلى مستوى. دايما المنافسات لما نيجي نتكلم نقول ترشح مين للسيمي فاينل، كله بيقول مصر والجزائر والمغرب، على الاقل ممكن منتخب السنغال يخش معاهم. فهنتكلم في ثلاث منتخبات عربيه ومنتخب افريقي. تطور الكره العربيه بشكل زي ما حضرتك شايف شكل ملفت، واختفاء الكره الافريقيه عن منصات التتويج، وبقت النجوم العالميه كلها دلوقتي من قاره افريقيا، لكن منتخبات عربيه، رياض محرز، محمد صلاح، يعني ساديو ماني معاهم، لكن دول من ابرز اللعيبه اللي موجودين بشكل عام في البطوله لحد دلوقتي. بص عمر، انا عايز اقول لك ان شمال افريقيا بيبقى ليها باع وليها شكل. بصراحه لما تتفرج على منتخب تونس كده تقدر تقول دي تونس، الجزائر تتفرج عليها تقول دي الجزائر، تتفرج على المغرب تلاقي تقول دي المغرب. حكيم زياشي مع منتخب المغرب كمان واحد من اللعيبه المميزه. وبعدين مصر طبعا بيبقى ليهم طابع وشكل مميز في ادائهم، من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه المهاريه، من ناحيه الدفاع منظم، من ناحيه الهجوم المنظم. لكن ده ما يمنعش ان برضه في فرق افريقيه ليها باع وتاريخ كبير جدا، زي الكاميرون وزي نيجيريا وزي السنغال، واحنا شايفين مالي، حتى اوغندا يعني من ضمن التصنيف الثالث، اوغندا برضه من ضمن الفرق اللي بدات يعني تظهر بشكل جيد. عايز اقول لك عمر ان في افريقيا ما فيش حد صغير، احنا كل فتره طبعا بيطلع لنا يعني يمكن اقربهم مدغشقر، احنا شفنا موريتانيا ناميبيا، يعني شايفين المنتخبات اللي هي تصنيف ثالث ورابع بصراحه يعني بتجاري الفرق الكبيره وبتجاري المنتخبات الكبيره وبتحرجها بشكل كبير. فدي ميزه البطوله السنه دي، ان احنا كل مباراه او كل مرحله هتبدا تبان قوه الفرق وهتبان شكل واداء الفرق الافريقيه. لكن هو المميز ان احنا شايفين ان الفرق العربيه واضح قوي من البدايه، زي ما ذكرنا كده الجزائر وتونس والمغرب ومصر، واضح قوي انهم عايزين يعني يوصلوا للمراحل النهائيه، ونتمنى طبعا ان شاء الله وصولهم للمراحل النهائيه. بس انا عايز اقول لك ان مشكله تونس اسامه يا حشيش، حته حراسه المرمى في التغييرات الثلاثه بيتغيروا، في يمكن ممكن الثالث كمان يلعب المباراه اللي جايه. انا شايف دي تاثر بشكل كبير جدا على شكل واداء منتخب تونس، لان الجول بيعمل هزه لما تحس انك انت في خط حراسه المرمى عندك ان ما فيش ثبات وما فيش ثقه، وان حارس المرمى مش بيدي لك شيء من الطمانينه، بتاثر بشكل كبير جدا على أدائك. مش عايز برضو يا كابتن ماهر اظلم الجول بتاع النهارده، لان برضو الكوره الشوط الثاني لو لاحظت في ملعب السويس
الهواء شديد جدا يعني. فهي كرة كان فيها لفه مش يعني مش شيء حشيش بس برغم ان هو في يعني واحدة طول الماتش انا شايفه في واحده يعني فيها كمان خد بالك واحده فيها واحده بعديها انفراد وبعديها الهدف يعني فاهم زي واحده انفراد شالها طبعا. فبرضه هو بس انا عايز اضيف لكلام الكابتن ماهر في حته الدول العربيه. انا اعتقد ان عنصرين هم اللي فارقين دلوقتي عن افريقيا المحترفين كتروا في المنتخبات العربيه وبقوا كمان مش محترفين بس هو دوريات العالم لا بيلعبوا في دوريات وفرق قويه جدا فعاملين الفارق. تاني حاجه وهي دي اللي انا باكد عليها حته الوطنيه عند الفرق العربيه بيلعبوا بحماس وقوه عايزين يعملوا حاجه للبلاد بتاعتهم. يعني النهارده لو شفت الماتش الاخير اللي هو ما كانش له لازمه النهارده بتاع جنوب افريقيا وناميبيا الاثنين خسرانين الجوله الاولى اصفار يعني اي فرصتهم هو الماتش ده سواء جنوب افريقيا او ناميبيا وبالتحديد جنوب افريقيا المفروض ان انت تاخد الثلاثه بونت عشان يبقى لك امل ممكن تاخد بونت جنوب افريقيا 1-0 ممكن تاخد مثلا بونت كمان الجوله الثالثه ممكن تخش توالت ممكن يعني انما ما حسيناش منهم انهم بيلعبوا بحماس. يعني جنوب افريقيا تاريخها اكبر من ناميبيا بكتير بس تحس انها برضو كانوا بيلعبوا اسامه يعني كده زي تقسيمه جابوا جون وجون متاخر. فاللي انا عايز اقوله ان الحته الوطنيه عند الدول العربيه والمنتخبات العربيه قويه جدا بساعدة. جدا وتشجيع طبعا الجمهور اللي بيروح وراهم في كل حته برضو ده لكن التكتيك بقى اعلى يعني الروح القتاليه العاليه للفرق العربيه مع التكتيك مع اللعيبه اللي اتكلم عليها صحيح. حشيش واسامه فارق بشكل كبير جدا صح. يعني من الجوله الثانيه واضح ان في تكتيك بيتعمل المغرب بتعمل تكتيك واضح قوي في التلت الهجومي بتلاقي اختراقات بتلاقي تصويبات بتلاقي من العمق في مهاره فرديه بشكل كبير جدا حتى الكرات الثابته يعني حتى الكرات الثابته الجمل اللي بتتعمل مع المنتخبات العربيه مؤثره بشكل كبير. يعني واضح قوي ان معظم الفرق اذا كانت عربيه او افريقيه واضح ان الكرات الثابته بقى ليها اليد العليا في معظم مراكز هذه الفرق. عمر برضو حاجه كانت باينه قوي النهارده من ضمن الحاجات اللي مهما كان الفرق الافريقيه قويه وعندها لعيبه على مستوى عالي انما بتلاقي برضو المدافعين عندهم اقل. يعني النهارده مثلا النهارده مباراه المنتخب المغرب مع كوت ديفوار اللي برضو المغرب عملت كل حاجه النهارده في الكوره بس اللي ساعدها برضو ان اقل خط هو خط الدفاع بالزبط. في كوت ديفوار عندهم برضو عندهم الحتتين برضو والتغطيه على بعض وبيلعبوا رغم القوه والسرعه في فرق كبيره قوي وبرضك عندهم نفس الاخطاء الافريقيه بالظبط كده لازم برضه التمركز يعني المفروض النهارده دارس منتخب الدفار بطريقه كويسه جدا غير حتى طريقه اللعب. ما انا بقول لك في بصمات مدرب موجوده على منتخب المغرب اكيد منتخب كنت لا كمان ايه اشتغل معاهم المباراه الاولى بيلعب 4-2-3-1 النهارده لعب 4-1-4-1 قدر يسيطر على منطقه وسط الملعب فقدر يمسك مفاتيح كوت ديفوار. لا ما دي بصمات مدرب النهارده جمال بالماضي عامل شغل هايل مع الجزائر النهارده شوف روح منتخب الجزائر. انا عايز اسالك يا كابتن اسامه على حضرتك كنت مهاجم يعني قدير ومهاجم قوي بغداد بنجاح يا كابتن ايه الفرق ده؟ طبعا ايه راس الحربه ده يا كابتن؟ ايه اللياقه دي؟ لا مهاجم يعني كابتن انا سالت كابتن اسامه عشان ده مركزك بيطلع على كل كوره ليه او ما يعني ليه او ما لوش يعني بيروح عليها قوه بدنيه غير طبيعيه وبيرجع يدافع كمان وبيدافع ومحطه لا. ايه يا كابتن العيد معقوله ما شاء الله بيأدي على منتخب الجزائر بمنتهى القوه يعني في كل هجمه بتلاقيه حتى كمان في مهاجم بتلاقيه بياخد الكره وبيحاول يروح من اقصر طريق الجول هو بيقطع الكره وبيروح لاقصر طريق الجول دايما حلوله جاهزه بسرعه اذا كان عنده سرعه استلام بيستلم ويسدد او يستلم ويسند لزميله او يقطع وشايف الدنيا لا يعني مهاجم محطه فعلا حتى كمان في المساحات اللي بيبقى فيه مساحات في ظهر كان منتخب تنزانيا او منتخب السنغال كان بتلاقيه دايما بياخد في مساحات وفي فارق سرعه ليه وبيقدر يحجز على كورته الكرات العاليه بيقدر يشتغل فيها. لا مهاجم فعلا يعني قوه اضافه كبيره قوه كمان اسامه نور الدين رابط ملوش حل يعني طيب احنا كابتن لو اتفقنا او اتكلمنا مين اللعيبه المميزه اللي قدرت تلفت انتباهنا في البطوله يعني هل نقدر نتكلم ونقول مثلا لفت انتباهك مين يا كابتن يعني عايز اقول لك عمر كمان القوه اللي بيشاركوا بيها الافارقه النهارده بيتفوقوا عليها يعني احنا عارفين ان الافارقه عندهم طبعًا. قوه وسرعه واخد بالك والالتحامات في الهواء او الانقضاضات تحت
ما شاء الله اللعيبه الجزائريين تفوقوا بشكل كبير جدا، اللعيبه المغاربه تفوقوا بشكل كبير جدا. عايز اقول لك يا عمر ان ثبات التشكيل، ثبات التشكيل اللي هم اللي موجود نقطه مهمه، ثبات التشكيل ده حاجه مهمه جدا موجود عليه، هو ده اللي بيديك الاحساس التكتيكي العالي ده من ناحيه الجمل التكتيكيه، من ناحيه التوازن في الدفاع، من ناحيه الرجوع لاماكنهم صح، من ناحيه الانتشار، من ناحيه الاستحواذ، من ناحيه الباص، من ناحيه التمرير، حتى المهاره الفرديه. يعني كل لعيب النهارده انت بتتكلم على اسماء، يعني رياض محرز موجود في الجزائر، حاجه 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 تفرح. وكمان اللي بيبسط الواحد يا عمر ان اللعيبه النجوم دول اسامة زمان لما كانوا بييجوا يشاركوا في المباريات بالشكل ده بيبقى خايف على رجله. واخد بالك ليه؟ لانه هو محترف بره والفلوس بره. وبعدين يا كابتن نقطه مهمه، البطوله كانت في شهر واحد لو شهر 6 في الصيف، فلو حد حصل له اي اصابه يقدر يرجع مع لو شاركت اللعيبه كلها يعني اللي عندك دوريات مفيش اي مشاكل ولا اي حاجه تتعارض مع الانديه بتاعتك، عندك كل مشاركه الانديه. فالميزه كمان ان النجوم دول يعني زي اراد محرز بيلعب، واخد بالك 90 دقيقة بيأدي وبيساعد زمايله. انا بقول ممكن يخلص يلعب في البطولة كابتن لو كمل بالمستوى. خلي بالك ده تصريح جمال بالماضي كمان لما بيسألوه عن رياض محرز ودوره مع الجزائر، قال لهم هو مش منتخب رياض محرز، ده منتخب الجزائر، يعني انت عندك 23 لاعب بيأدوا نفس الدور بتاع رياض محرز، فده بيبين لك كمان برضو ان مش منتخب بيعتمد على نجم واحد او لاعب بيلعب في اقوى دوريات العالم فبيعتمدوا عليه، لا انت النهارده ما شاء الله شوف منتخب الجزائر وكمية الحلول اللي عنده برضو نفس الكلام، منتخب المغرب كريم زياش برضو حكيم زياش من اللعيبه اللي عامله فارق كبير جدا وليه تقله مع منتخب في لعيبه ظهرت كمان. انا عايز اسالك انت عايز تقول لي بقى اللعيبه اللي عجبت حضرتك مين يعني في البطوله بشكل عام؟ النهارده مولينجا ده بتاع راس الحربه بتاع ساحل العاج تمام حاجه برضو، بس انا كابتن شايف في واحد راس حربه في البطوله موسى ماريجا بتاع المالك لا ما انا ده برضو ده اكتر يا كابتن اسامه. عايز اقول لك حاجه، امبارح كان في مباراه اعتقد كينيا و كينيا وتنزانيا خلصت 3-3 2 لمنتخب الولد او الاشوه اللي جاب جونين برضو هقول لك 14 فعلا اهو منتخب كينيا اللي جاب الجونين. طب خلي بالك ما انا عايز اتكلم عن واحد برضو قبل منتخب مالي برضه لعيب مايكل اولونجا لعيب كويس قوي يعني وفرقه برضه مش مساعداه زي الفرق زي السنغال وكوت ديفوار برضه على مستوى عالي، ففي لسه في ناس بتظهر. في حاجه ثانيه برضه واحد احنا لازم نديله حقه مع منتخب مصر. هل احنا هنتكلم على مصر؟ احنا هنفصص مصر لا احنا عشان بنتكلم عن كل المنتخبات وافضل لعيبه، يعني دوره ظهر فعلا مع الماتشين تريزيجيه وهو مش منتخب محمد صلاح، منتخب تريزيجيه ومنتخب احمد حجازي ومنتخب محمود علاء ومنتخب الشناوي وطاهر حامد كلهم يا كابتن دول كلهم ليهم دور ايجابي مع منتخب مصر. انا شايف وجهه نظري مش عارف تتفقوا معايا ولا تختلفوا بس يا كابتن مارك اتفضل يا كابتن. يعني عايز اقول لما نيجي لمصر فعلا هنتكلم على نجومنا بصراحه اللي واضح من بدايه البطوله ان هم عندهم شخصيه اللعيب الدولي باينه قوي وفرضينها واسلوبه فرضينه بشكل جيد جدا في المباراتين الماضيتين. لكن انا عايز اقول لك ان المغرب كمان يوسف النصيري النهارده يعني ضيع اكتر من هذا كمان اهداف، لكن برضك فيرويد من الفراوده اللي بيعرف يسجل وبيروح في اماكن صح وعنده توقيت صح ومتابعه بشكل جيد. فالمساكني يمكن في تونس برضك من اللعيبه الخزري ده لعيب برضك من اللعيبه اللي بصراحه وهبي الخزري يعني لعيب مؤثر بشكل كبير النهارده كان مع تونس عامل فرق حتى في الكرات الثابته. في لعيب برضه في المغرب سفيان ايه عايز ماشي حالا دلوقتي حاجات سفيان برضه اللي نزل مع الماتش الاولاني مع المغرب ولا الجزائر؟ سفيان فيفولي مع المغرب ولا مع الجزائر يا كابتن؟ مع المغرب ولا الجزائر؟ اقول لحضرتك دلوقتي حالا هجيب لك تشكيله نزل الشوط الثاني المغرب سفيان بوفال سفيان بوفال ده برضه نزل الماتش الاولاني بتاع النبي غير الدنيا خالص بيلعب في سيلتا فيجو الاسباني لاعب وسط ملعب مهاجم لعيب رقم على مستوى عالي عنده 25 سنه بالظبط صحيح. طيب نروح بقى لمنتخب مصر وكابتن اسامه، يعني عايز اعرف راي حضرتك وتقييمك للقائين الاول والثاني. اللقاء الثاني انت كنت في الملعب فالموضوع كان بالنسبه لك شايف الملعب كله وكاشف كل حاجه وما كانش في اي حاجه مستخبيه. المباراه الاولى اداء متوسط لكن بدانا نعلى بالريتم وفي نفس الوقت عندنا مباراة مهمة جدا يوم الأحد، تقييمك لأداء منتخب مصر؟ أول في البداية عايزين بس نحيي المسؤولين كلهم على الـ الـ يعني البنية التحتية والملاعب اللي اتعملت. نتمنى إن شاء الله بعد انتهاء من كأس الأمم إن احنا نستفيد منها، إن احنا يكون فعلا مصر تستحق يكون عندنا دوري قوي من أقوى الدوريات الموجودة في المنطقة العربية. تسويق للدوري المصري هيبتدي من الشغل اللي ابتدى
كاس الامم الافريقيه من البنيه التحتيه والملاعب والنظام اللي معمول ده. وخلي بالك ده اعجاز انك انت النهارده اي ملف بيتاخد على تلعب كاس امم بتكون من سنتين، انت النهارده في اربع شهور بتعمل طبعا ده اعجاز انك تعمل الشغل والنظام وكل الكلام ده. فدي حاجه يعني لازم نشكر كل المسؤولين اللي عمل اللي قاموا على هذا العمل. يعني الحاجه الثانيه على المستوى الفني خلال ماتشين، ماتش زيمبابوي ماتش الكونغو، صراحه انا مش يعني مش مقتنع باداء منتخب مصر في الماتشين، ماتشين الاول والثاني. النقطه الايجابيه الوحيده في الماتشين هو فوز منتخب مصر وتصدر مصر لهذه المجموعه، لكن لو اتكلمنا عن اجيري فلسه مازال مفيش بصمات قويه لاجيري. هل اجيري مثلا هنقول زي هيكتور كوبر مثلا راجل منظم دفاعيا وبيقدر يشتغل على الهجمه المرتده؟ في الماتشين ما شفتش يعني منظمين بشكل كبير دفاعيا. هل بيشتغل على الاستحواذ تبقى كوره في رجلينا دايما ويقدر يعمل عمليه استحواذ وزياده في نص الملعب؟ برده مش شفناهوش في الماتشين. شفنا زيمبابوي كانت في اوقات كتير هي بتاخد السيطره، الكونغو بتاخد السيطره في وقت من الاوقات. لكن لو بتتكلم عن ايجابيات انك انت زي ما قلت لك بتحرز هدف في الماتش الاولاني، هدفين في الماتش الثاني، انك بتفوز وتتصدر بست نقاط، عندك حلول ايجابيه. يعني عندك لو الدنيا اتعطلت عندك تريزيجيه مفتاح هجومي يقدر يشتغل وينقل الفرقه بشكل كبير ويقف على كورته. عندك محمد صلاح بالرغم انه لسه مش هقول لك محمد صلاح يعني لسه ما دخلش في نسبه تالقه نسبه 100%، لكن مفتاح هجومي في اي وقت من الاوقات وانت مزنوق اول ما الكره بتبقى في رجله ممكن يعمل لك خطوره وخطوره كمان فرديه. لكن لسه عايزين على الشكل الجماعي، لسه محتاجين شغل اكتر من اجيري. النقطه الثانيه المهمه جدا، في مباريات هتلاقيها مقفوله صح، المباريات المقفوله ممكن تفكها كره ثابته صح، لسه ما شفناش برضو الشغل التكتيك في الكره الثابته ركنيه في فاول على 18 في كره من على الاطراف. الشغل بقى اللي انت ممكن تقدر تشغل لسه هو ما شفناش الكرات الثابته لمنتخب مصر ظهرت بالشكل الكبير. لكن افكر حضرتك بحاجه، اتفضل. جون احمد المحمدي كان من ضربه ثابته كابتن اسامه، ما ضربه ثابته بس الضربه الثابته في لا بس هي كانت ضربه جزاء، يعني لو ما كانتش جت جون كانت تحس ضربه جزاء. بس حضرتك بتقول ان احنا لازم في الزحمه يكون في شغل يعني كرة في الزحمه اكتر من كده عشان ممكن يعني بلغه الكوره ماتش مع عرب فاللي يفك كوره ثابته. كوره ثابته عندك زي ما بقول لك حلول هجوميه الفرديه صح، محمد صلاح او تريزيجيه. محتاجين برضو في الماتشات الدفاعيه، قصدي في الماتشات القويه اللي ممكن تقابل منتخب السنغال تقابل منتخب المغرب، المنتخبات القويه لازم يبقى في تنظيم دفاعي بشكل اكبر. شفنا في منتخب الكونغو وانا كنت موجود في الملعب، لا يعني كان ليهم فرص بشكل كبير ممكن يمثل خطور طبعا على منتخب مصر. لازم يبقى في الماتشات القويه دي لازم يبقى في تنظيم بشكل يعني دفاع اكبر. طيب لسه مكملين مع حضراتكم لكن هنروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل مع نجومنا اللي موجودين معانا ولكن بعد الفاصل، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم في كان 2019 على قناه الاهلي. كابتن حشيش كنا بنقول منتخب محمد صلاح دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقى منتخب صلاح وتريزيجيه وحجازي واللعيبه اللي احنا قلناها، هل الكلام ده صحيح؟ بص اللي انا شايفه عشان بس ما انا ما بحبش اجمل المواضيع المباراتين اللي فاتوا انا في رايي الفرقه الوحيده في المباريات اللي انا اتفرجت عليها كلها ما لهاش شخصيه هي منتخب مصر. الاداء مش موجود. لو هنتكلم على اشخاص لغايه دلوقتي فرقه تريزيجيه ومحمد صلاح، لان مفيش اي لعب جماعي انا شفته، مفيش اي جمل يا اسامه اتعملت انا شفتها. اللي انت بتتكلم عليه من شويه الحلول انا مش لاقي حلول. فين الحلول؟ الحلول في لما بنتزنق بنلعب برضو طويل، الطويل اللي كنا بنعيب على كوبر قبل كده العب لصلاح. اما بتتزنق في الملعب بتعمل الكلام ده، في فجوه غير عاديه بين الثلاث خطوط، تحس ان كل واحد يعني صح. بيلعب ماتش لوحده صح، ديفنس بيلعب لوحده ماتش مع الحارس المرمى نص الملعب اللي بيلعب لوحده، الفيرود بيلعب لوحده. عندك مشكله كمان الاداء بيقل جدا. النهارده اتفرج على فرقه المغرب وماتش المغرب على كم الجري اللي اتلعب النهارده والضغط والتاكلينج ولعب عنيف ولغايه اخر لحظه اللعيبه بص بتجيب اخرها. احنا لعيبه مصر شفناها الشوط الثاني بعد 10 دقائق معدل للاداء بيهبط خالص نتيجه اللياقه البدنيه، فدي حاجه كمان مؤشر مش كويس.
ما تحسش ان الفرقه فيها انسجام. لو حاجه يعني ثانيه بتحشيش عشان كده عشان بتكلم خاصه على الشوط الثاني، التغييرات دايما لما بتعمل تغييره تزودك او تضيف لك، لا التغييرات على مدار الماتشين زيمبابوي والكونغو ما فرقتش، يعني ما بتطلعش بكيرف الشوط الثاني ما فرقتش، ما عملتش تغيير زي اللي بنشوفه في المباريات اللي اتفرجنا عليها مثلا، بتلاقي تغيير قلب الدنيا. لسه انا بقول لك على سفيان ده، ما نزل رينارد منزله في الشوط الثاني غير الملعب خالص، يعني الناحيه الهجوميه فرقت تماما. هو دي التغييرات، ما التغييرات اتعملت عشان كده، ودي ظهرت، ما طلعش واحد بدل واحد، دي ظهرت بالذات في المباراه الثانيه يعني بعد المباراه الاولى، لان حتى يمكن المغرب في التشكيله كان حصل بعض الاخطاء لكن قدرت تتعالج في المباراه الثانيه بشكل مش غايه. في نقطه كمان يا عمر بس عشان اكمل دي، انا بحاول ان انا مع احترامي يعني اضبط الامور معلش انا يعني، ما الناس ممكن تتضايق من كلامي بس انا بتكلم من وجهه نظري، ممكن اطلع انا ما بفهمش ما يعني، انما انا شايف انك بتلاعب برضو زيمبابوي وكونغو فرق قليله بلاعب المنتخبات القويه، وبعدين يعني لو اتكلمنا على الناس كانت بتقول المغرب وازاي واول ماتش وبتاع مش عارف، انا مع اسامه طبعا من بدايه اللي يمكن النتيجه، انما بدايه المباراه الاولانيه كانوا كويسين. طبعاً. والاهم من كده سواء هي او تونس او الجزائر، انت لقيت الماتش الثاني نقله ثانيه خالص يا اسامه، الفرق بقت مستوى ثاني، شتان الفارق يعني. بص الجزائر الماتش الاولاني الثاني حاجه جامده جدا، تونس اتحسن الاداء، المغرب قصه ثانيه خالص. المغرب بتلعب مين؟ المغرب انت فاهم ازاي؟ تونس طبعاً. تونس بتلعب مين؟ مالي برضو من المرشحين. صح. انما انت لعبت فرقتين في المجموعه، انت عارف ازاي زي اللي لا يعني انا متخيل ان ممكن مع الماتش الجاي مع اوغندا يبقى ماتش صعب، لان اوغندا احسن من زيمبابوي احسن من الكونغو. فانت كل ده بتتكلم ان شاء الله باذن الله حاجه كويسه زي ما اسامه قال، على عينه وعلى راس ان انت تتاهل للدور اللي بعده. بس دي مصر، انت مش عايز تتاهل للدور اللي بعده، عايزين نفوز بالبطوله وعلى ارضك وباللي احنا عملناه ده كله، ان انت لن نقبل وبالمجموعه اللي الدنيا كلها قالت عليها انها مجموعه الى حد ما كويسه، مش عايز تتاهل. لا احنا عايزين نستعد استعداد كويس قوي لدور ال 16 بقى، لما نقابل فرقه من الفرق الجامده. عايز اقول لك حشيش ان احنا بدايتنا كانت واضحه قوي، ان مستر اجيري عمل تثبيت لفريق منتخب مصر من ناحيه التشكيله، عمل طريقه لعب بيلعب بيها 4 2 3 1، ومعظم اللعيبه دي بتلعبها اذا كان في انديتها او في الاحتراف الخارجي. شخصيه منتخب مصر كل الناس عارفه ان منتخب مصر من الفرق اللي ليها شخصيه وليها خبرات كثيره جدا في كاس الامم الافريقيه. في مرونه تكتيكيه بتبقى للمدرب من خلال التشكيل ومن خلال طريقه اللعب، مهم جدا على اللعيب انه ينفذ، يعني في خطوط عريضه بتتعمل واخد بالك بتتنقل للعيب. مع الاسف لحد دلوقتي ما شفناش المرونه التكتيكيه دي من لعيبه منتخب مصر في مواقف كثيره جدا يا عمر، اذا كانت دفاعيه او هجوميه او جمل تكتيكيه او كور ثابته شغالين عليها. فانا عايز اقول لك ان اجيري اكيد بيكلم اللعيبه وبيحفظ اللعيبه وبيشتغل على الجمل التكتيكيه او الجوانب الدفاعيه، حتى كمان بيشتغل على مفاتيح لعب الخصم وبيتفرج عليها وبيعملها اعداد ذهني واعداد فني، بيتفرج هو وجهازه وبعدين بينقل للعيبه واخد بالك هذا الكلام. لكن عايز اقول لك ان التنفيذ داخل الملعب تحس ان في قصور كده من لعيبه بعض لعيبه منتخب مصر، يعني احنا لو كلنا كده اجمعنا هنلاقي ان في خمسه سته هم اللي عندهم شخصيه لعيبه منتخب مصر. صح. في المباراتين اللي فاتت شخصيه دوليه وفعلا يعني من بدايه المباراه كده تحس ان الناس بتتمرمط، ناس عندها قلب، ناس عندها روح. كابتن ماهر انت الفرق مع احترامي الكامل زيمبابوي والكونغو، الهجمات القليله جدا اللي هي بتوصل لعندك انت بتبقى قاعد متكهرب برضه، سواء انت قاعد في المدرج ولا قاعد قدام الشاشه بتبقى برضه. امال انت لما تلعب فرقه بقى عندها لعيبه على مستوى عالي جدا جدا. وبعدين انا هرجع تاني للتغييرات، التغييرات دي يعني بمثابه مثلا زي ما انت عارف يا كابتن ماهر، لما يكون عندك هبوط في حته برضك احنا مش واخدين بالنا منها، لو جه فينا جول يا اسامه ايه اللي ممكن السيناريو اللي هتعمله؟ يعني احنا في كورتين في العارضه في المباراتين اللي فاتوا دول كان ممكن ياثروا علينا بشكل كبير. لو جه فينا جول
اللي ممكن السيناريو اللي نقدر الجمهور اللي حواليك ده كمان اللي نقدر نعدي من خلاله يعني بعدين وبعدين نقدر نشتغل على المكسب من بعد كده. فانا عايز اقول لك ان احنا مهم جدا اكيد مستر اجير عنده السيناريوهات دي. انا في حاله الخساره ممكن اقدر اعمل ايه؟ لو في حاله المكسب ممكن اقدر اعمل ايه؟ لكن عايز اقول لك ان كمان المشكله ان كل الفرق بدات تظبط في نص ملعبها. بقى كل فرقه عندها دلوقتي بلي ميكر وعندها لعيب بيحركها بشكل كبير. احنا لحد النهارده عبد الله السعيد مقصر معانا، مش هو ده عبد الله اللي احنا تعودنا عليه. يعني عبد الله السعيد المفروض يبقى ليه دور اكتر من كده واكبر من كده، لان عبد الله هو مفتاح اللعب اللي يقدر ينقلنا. طول ما عبد الله بعيد عن 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 عن, عن دوره الفني والتكتيكي بنتاثر بشكل كبير. بعد كده لو عبد الله مش موجود بنضطر نعتمد على المهارات الفرديه اللي احنا اتكلمنا عليها. ده مؤثر في الاختيارات من الاول. النهارده عبد الله السعيد لو في ماتشين زيمبابوي وكونغو ما ظهرش بالشكل المطلوب، كان لازم اختيار واحد زي صالح جمعه يقدر هو الوحيد في مصر يقدر. وفي حيويه وفي رمضان وفي نشاط انا بقول لك وكهربا، الثلاثه دول يعملوا معارك فرق حتى لو ما بداوش، فدول بدائل ممتازه يقدروا يقفوا لك على الكوره، يخلقوا لك هجمه، يشتغلوا على المرمى. يعني بدائل ممتازه. في نقطه كمان مهمه قوي عايز اقول لك ان في نقطه كمان اهم، ان احنا الدكه بتاعتنا كمان مش حاسين بيها. يعني ما هي دي خلي بالك التغييرات على مدار الماتشين بالظبط. انت النهارده طيب. الشوط الثاني ما حسيناش برضو بالتغييرات اللي تقدر تضيف اضافه. سؤال لي علاقه يا كابتن بدكه البدلاء وتصريح مستر اجاري. مستر اجاري قال ان مباراه اوغندا ممكن يكون فيها تغيير في التشكيله بسبب اجهاد اللعيبه اللي كابتن حشيش اتكلم عليه، وقال ان اللعيبه معدلات اللياقه البدنيه كان فيها تذبذب وكان فيها اختلاف عن بدايه المباراه عن نص المباراه عن نهايه المباراه. ففي تغييرات المباراه اللي جايه على حسب كلام المدير الفني لوسائل الاعلام. هل لو ده حصل هل ده بيفيد المنتخب ولا ممكن يحصل فجوه وممكن سيبنا نرد على دي بقى؟ طيب يا كابتن، لان ما يحصل الكلام يعني انت بتتكلم دلوقتي، هو بيتكلم دلوقتي على اجهاد من تاني ماتش يا اسامه في المجموعه بتاعتنا اللي هي اللي احنا يا جماعه انتوا. انا برضه هعيد وازيد، النهارده انا مبهور بالماتش بتاع المغرب. النهارده كم جري غير عادي وقتال غير عادي على كل كوره. احنا ما كانش فيه كم الجري ده في الماتشات بتاعتنا عشان نقول احنا مجهدين. احنا لسه ما قابلناش فرقه قويه عشان نحكم على منتخب مصر. انت بتتكلم على فرق لسه يعني بتلعب يا دوبك، اما بينقلوا نقلتين عليك بس بيوصلوا. وبعدين التغييرات بتاعتك يعني هي ما تتقالش اجهاد يا عمر، على قد ان ممكن خلاص انت ممكن تكون ضمنت الصعود بشكل كبير اول المجموعه، فممكن بدي وخلي بالك التغييرات ما تبقاش بشكل كبير، ما غيرش 5-6 ده يبقى كتير جدا. وبلعب في التشكيله الاساسيه عندك، ممكن يبقى في عنصرين الشوط الثاني ابدا اغير ادي بشكل اكبر، خاصه انت لعبت الماتش الاولاني بنفس يعني التشكيل، الماتش الثاني لعبت بنفس التشكيل، وده خلي بالك شيء كنا بنتكلم عنه في منتخب تونس هو ثبات التشكيل. منتخب مصر هي ثبات التشكيل، لكن لما تيجي تغير في مباراه اوغندا لازم يبقى في حدود عنصرين انك تقدر بعد كده لما اجي الادوار بعد كده مين البديل او مين اللعيب الممكن اللي يقدر يخش. لا قدر الله لعيب اتوقف، لعيب اتصاب، اقدر اعتمد عليه بشكل كبير. وبعدين يدخل الاول يعني اللعيب، بس التغييرات دي انا بعتبرها مثلا لما يكون واحد عنده هبوط وياخد حاجه سكريه تحس انه فرق رجع له النشاط شويه. بص يا كابتن، نقلا عن المصري اليوم من تصريح ومؤتمر صحفي طبعا اللي لقيته قدامي ان مستر اجاري قال شدد ان هو يفكر حاليا في اشراك وجوه جديده في المباراه المقبله بعد ما ظهر الارهاق على اللاعبين في اخر لقاءين، ولم يحدد الاسماء التي سيدفع بها في اللقاء الثالث حتى الان. ده كلام المدير الفني كابتن اسامه علشان نكون نقلنا الكلام من المصدر، وده كلام حقيقي اتقال. وبالتالي موضوع الارهاق ده يا كابتن يعني ايه اسبابه؟ يعني هل في لعيبه مريحه بقى لها فتره، وفي لعيبه مش بتلعب، وفي لعيبه كان عندها ضغط ماتشات، لكن في الاول وفي الاخر كله اخذ نفسه جرعته. انا عايز اقول لك برضو معلومه على حته الـ مثلا صانع الالعاب او الراجل اللي بيربط بين خطوط الملعب مثلا زي عبد الله السعيد عندنا. عبد الله انا شايف ان هو يعني مستواه في الماتشين ما ينفعش يكون هو اللعيب اللي يربط بين الخطوط دي. ايه البديل؟ وبعدين سمعت يعني تعليقات او تحليلات ثانيه بتقول لك ايه، اصل هو الراجل بيلعبه بطريقه ان هو بيدافع وكده، لا ده انت فرغ عبد الله السعيد ان هو يهاجم. الكلام ده يا جماعه ما بقاش موجود خالص. ده الناس اساسا النهارده احنا لسه بنتكلم على الراجل بونجاح
بغداد ابو نجاح. انت فاهم ازاي الراجل راس حربه راجع بيلعب يعني في كل الملعب، وده بقى راس حربه مش لعيب في نص الملعب، فمبقاش في فرقه دلوقتي تستحمل واحد ده مرتبه يعني زي مرتب واحد محترف في اوروبا، يعني ده بياخد مع النادي بتاعه تقريبا 6 مليون يورو في السنه يعني، فبيهين نفسه، فهو راجل بيهين نفسه عشان خاطر بيحب الكوره وبيحب المكان اللي هو فيه. ينفع يا عمر انت تقول بقى اصل هو ما بيلعبش بالطريقه، لازم تفرغه ان هو يهاجم، تفرغه في حاجه اسمها تفرغه. احنا دلوقتي انت بتشوف اللعيبه اللي في الملعب دي، في حد ما عندوش واجبات دفاعيه قبل الواجبات الهجوميه، الفرق كلها بتدافع كويس وبتهاجم كويس، فما يعني القصص دي لازم المفاهيم تتغير. كابتن اسامه، في خطوره على منتخب مصر لو غير التشكيل في مباراه حساسه زي مباراه اوغندا، وفي مدير فني عنده خبرات مع نادي الاسماعيلي ومدير فني واضح ان هو عايز يوصل بمنتخب اوغندا دور 16، في خطوره لو غيرنا بعض الافراد في التشكيل؟ لا يعني ان شاء الله برضه هنكسب مباراه اوغندا. كابتن اسامه انا بس حضرتك يعني بقول لك ماشي، قول لي يا كابتن هل ممكن لا قدر الله يحصل بعض القصور في منتخب مصر بسبب تغييرات ولا لا؟ خلي بالك هو يعني من محتمل ان اجيري مش هيغير تغييرات كتير، زي ما بقول لك هو ممكن تلاقي عنصرين اللي غيرهم على اقصى حاجه، يعني عنصرين اللي غيرهم من ضمن التشكيله الرئيسيه. يعني ممكن تتوقع مراكز الحربة ممكن يبدا باحمد علي اكوكا مثلا، ممكن يكون احمد علي، وممكن برضو يعني برضو ممكن يدي نبيل دونجا مكان طارق حامد، وتكون هنا برضو الشمال ممكن احمد امام منصور يكون لا موجود، ولا تكون هي التشكيله السيئه. مش هيغير كتير، مش هيغير اكتر من اثنين لعيبه، من اثنين لثلاثة. خلي بالك برضو عشان نكون برضو منتخب اوغندا مش المنتخب المخيف، يعني احنا شفناه امام عمل اداء كويس. لا خلي بالك من كرات ثابته، هو مميز، هو مميز في الكرات الثابته منتخب اوغندا، لكن لو انت شفته على في مباراته امام زيمبابوي لا ما كانش المنتخب المخيف، يعني ما عندوش السيطره، ما عندوش، عنده السرعه من التحول من الدفاع للهجوم. مش ممكن ده يلعب يا كابتن الماتش اللي جاي وليد سليمان يلعب؟ وليد سليمان طبعا يعني سعيد من ضمن الاربعه الثالث اللي هغيره المحمدي. انا في رايي هو حتى في المباراه الحبيه كان بيغير ثلاثه في الشوط الاولاني مثلا، والمباراه اللي بعديها ثلاثه في الشوط الثاني، المباراه اللي بعديها ثلاثه ثانيين، هم مجملهم حوالي اربع لعيبه، يعني وليد ممكن يلعب مكان عبد الله السعيد. خلي بالك انا عايز احافظ برضو على الشكل الرئيسي وعايز احافظ على التجانس الموجود في الفريق. النهارده لما اغير خمسه سته فين التجانس اللي هيتم؟ بالظبط. لا انا عايز مباراه اوغندا، هو كمان بيفكر في الارهاق وبيفكر ان انا عايز اكسب ماتش اوغندا، فهو محتار هلاعب اللعيبه ودور 16 اخش مرهق اكتر، ولا انا واثق في اللعيبه اللي موجوده معايا واثق في اختياراتي. هو بقى بصراحه لازم يتحمل يعني نتيجه يعني تغييراتهم او اختياراتهم من البدايه. يعني الاختيارات من البدايه انت عارف انك هتقابل فرقه زي دي، وعارف ان بقى فيه ضغط ماتشات ولازم كذا عنصر، يعني طبعا مع احترامي الكامل للخبرات اللي موجوده، بس لازم عنصر الشباب اللي هو بيجري 90 دقيقه 90 دقيقه. انا شايف الماتشات اللي جايه كده، انا شايف من اول دور ال 16 يا اسامه الماتشات ما فيش رحمه، اللي مش هيكافح نبدا بقى نتكلم شويه على اجابات منتخب مصر، يعني او نتكلم بشكل ايجابي. منتخب مصر كابتن ماهر قادر ان هو يتخطى عقبه منتخب اوغندا للمباراه القادمه، بالرغم من ان ديسمبر ممكن يكون عقبه لمنتخب مصر؟ انا شايف ان منتخب مصر ان شاء الله عنده من القدرة ان هو ان شاء الله يحقق الثلاث نقاط في مباراة اوغندا، وانا انا انا مع التغيير هيبقى في حاجات بسيطة جدا، هي مثلا ممكن حتة راس الحربة اذا كان احمد علي مكان مروان محسن، لكن مهم جدا في حتة ثبات التشكيل ان احنا يبقى عندنا اسلوب واضح في لعب مستر اجيري، اذا كان بندافع بشكل منظم، لكن احنا لما بنبدا نستحوذ ونستخلص الكوره حته التمريرات والتجهيز بقى للاختراقات. انا شايف ان هو ان المحمدي وطارق حامد وصلاح بدايه المباراه بيبقى في عندنا جبهه ناحيه اليمين هي الانشط بشكل كبير جدا، لحد ما بتبدا جبهه ناحيه الشمال اللي فيها ايمن اشرف والنني وتريزيجيه بتبدا تتنشط اكتر. العمق عبد الله السعيد محتاجين عبد الله بسرعه يرجع لحالته الطبيعيه، حته راس الحربه اذا كان مروان او احمد علي عايزين تبقى محطه بشكل جيد. يمكن معظم الاهداف اللي احنا جبناها كان فيها جمل تكتيكيه جميله، لمسه ولمستين وثلاثه ونقله فيها بسرعه، وقدرنا ان احنا نحقق اهداف منها حاجات ثابته بيتمرنوا عليها، ودي من ضمن الحاجات اللي بيشتغل عليها مستر اجيري، ان هو الملاحظات اللي بتحصل في المباراه السلبيه بيحاول ان هو يعالجها، والحاجات الايجابيه بيحافظ عليها بشكل كبير. حته التصويبات اللي على المرمى هو كمان بيشتغل عليها،
بشكل جيد. محتاجين ان احنا نشوفها. معظم المباريات اللي احنا بنشوفها بنلاقي تصويبات متنوعه من الاطراف ومن العمق ومن الجنب وحاجات كلها يعني ايجابيه. النقطه الثانيه كمان عمر، الكثافه العدديه مهمه قوي. بقى عندنا جرأه في الكثافه العدديه، عايزين عدد موجود داخل ال 18 عشان احساسنا بالهدف انه جاي، احنا كمان نحس ان في ثقه لعيبه منتخب مصر، ان في احساس بالهدف انه يبقى موجود. يعني عندنا صلاح يبقى موجود لو الهجمه من ناحيه تريزيجيه، يبقى عندنا مثلا لو لعب عبد الله السعيد يبقى موجود مكان مع مروان كراس حربه، صلاح يبقى ضامن لجوه في الداخل كراس حربه، يبقى في متابعه من محمدي، طارق حامد يبقى متقدم او النني اذا كانت حاجات مثلا هترد بره ال 18 نقدر الكره الثانيه نقدر نستحوذها بشكل جيد. فانا عايز اقول لك ان الكثافه العدديه دي مهمه قوي. الاطراف كمان مهمه، يعني الجبهه اليمين شغاله يبقى الجبهه الشمال بتاخر شويه وضم لجوه. حته الاخطاء الدفاعيه بالظبط واضح قوي ان اجيري بيلعب بالاثنين طايرين بشكل كبير معظم الماتشات. نتمنى التريس، يعني واحد بيهاجم واحد مستني، يبقى عندنا تنظيم في الدفاع. زي ما اتكلمنا الكور الخطره اللي اثرت علينا، لو جه فينا جول نقدر نعدل ازاي الجول ده ونتعادل ونكسب من خلال الاداء. تريزيجيه يا كابتن حشيش نضج وبقى واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين في اوروبا او في الدوري التركي وكمان مع منتخب مصر، هل حضرتك شايف او ازاي ممكن مستر اجيري يستغل نضوج تريزيجيه في الحلول الفرديه في اللقاءات القادمه مش بس اوغندا، احنا دعينا على دور ال 16 ودور الثمانيه الى اخر المشوار ان شاء الله. هي الحقيقه دي بقى لو هنتكلم على الايجابيات هي دي من الايجابيات بقى، ان ما بقاش محمد صلاح فقط لا غير، لا بقى محمد صلاح وتريزيجيه. ان شاء الله مع المباريات الماتش الجاي يظهر مروان، لو مروان هيبتدي بمستوى مروان اللي احنا عارفينه، القوائم الاساسيه طبعا والسد المنيع لمنتخب طبعا مصر. بس احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين ال 11 بما فيهم الناس اللي قاعده بره يبقى كله مستوى واحد. لو وصلنا ان 70 80% من الفرقه على مستوى محمد صلاح وعلى مستوى تريزيجيه في حماسه ومهاراته وسرعته و و و هنبقى حاجه تمام. فدي من الحاجات الايجابيه ان شاء الله. برضو انا بقول ان منتخب مصر عودنا في البدايات انها بتبقى متعثره شويه ماشي، ويعني كل ما بتضيق في الاول ان شاء الله بتبقى كويسه بعد ماشي كده ماشي. فاعتقد ان شاء الله يمكن اهميه اللقاءات اللي بعد كده اللي ان شاء الله في دور ال 16 بقى والثمانيه تبقى مباراه كبيره. في بعض الفرق منها منتخب مصر بيجيد قدام الفرق الكبيره، يمكن قدام الفرق الصغيره يعني هنقول ان بيبقى حاسس انه يكسب في اي وقت، فممكن مع الفرق الكبيره يبقى في تركيز اكتر وحماس اكتر وتشجيع اكتر ان شاء الله باذن الله يؤدي الى الغايه المطلوبه. يعني كابتن اسامه، منتخب اوغندا تفتكر ممكن يبدا المباراه ازاي؟ فكر المدير الفني، هل هيلعب كره هجوميه ولا يمسك العصايه من النص ويلعب على نقطه علشان يصعد مع منتخب مصر في مركز ثاني ويبعد عن احسن التوالت، ولا الموضوع ممكن دي صبري يفكر فيه ازاي؟ لا صبر اكيد هيعتمد الاعتماد اللي هو شغال عليه خلال الماتشين اللي فاتوا على الكرات الثابته، وده بيميز منتخب اوغندا، عندهم اطوال ماشي. دايما في الكرات الثابته في الركنيات في الفاولات اللي بره بتلاقي في عدد كبير طالع، هتلاقي الخطوط متقاربه في اوغندا في النواحي الدفاعيه، الدفاع مع الوسط مع الهجوم، وهيبدا يعتمد على السرعات اللي موجوده. اجابات منتخب مصر يا كابتن عمر، انت المباراه بيقول لك 6-1-0، المباراه الثانيه بتكسب 2-0، عندك معدل تهديفي تقدر بتزود الغله يعني والحصيله زي ما بيقولوا. عندك تريزيجيه ظاهر بمستوى هايل، مفتاح لعب زي مع محمد صلاح، عندك في تفاهم في النواحي الدفاعيه بين في قلبي الدفاع خاصه احمد حجازي ومحمود علاء. التوليفه دي ما لعبتش مع بعض كتير، كان دايما بيلعب باهر هو في التصفيات، دلوقتي دخل محمود علاء بعد ما لعب في الكونفدراليه، ادى اداء رائع، عنده بقى اكتسب من الخبرات. فعندك دفاع منتخب مصر احمد حجازي ومحمود علاء ما شاء الله المستوى كبير. برضو المهم والايجابيات ثبات تشكيله منتخب مصر المباراه الاولى، المباراه الثانيه نفس التشكيل، التغييرات تكون في الشوط الثاني. والشناوي في حرس اصابه جنش تحبه طبعا، احنا اكيد تمنى يعني بنتمنى الف سلامه طبعا، طبعا يوم بألف مليون سلامه، حاجه يعني اصابه صعبه جدا، اصابه قويه، وتر اكيلس من 6 لـ 8 شهور، وبالتالي هيغيب عن منتخب مصر، لا يحق لنا الاستبدال. منتخب مصر كمل ب 22 لعيب لكن نتمنى له انه يرجع ان شاء الله يرجع مليون سنه. اخيرا نقطه سريعه، حصيله افريقيا 10 لعيبه فقط موجودين في الدوري المصري، ده معناه ايه؟
هل الدوري المصري مش بيبص للعيبة السوبر الموجودين في افريقيا ولا اللعيبة الافريقية بدأت تبدي الدوريات العالمية عن الدوريات اللي موجودة في افريقيا وشمال افريقيا؟ رأيك انت مار سريعا. لا انا شايف ان تفسيرها بس اللعيبه المصريين لا 10 لعيبه افارقه موجودين في الدوري المصري بيلعبوا في الدوري المصري. طبعا هو الدوري المصري بينه وبينك السنه دي بالذات افرز لعيبه الافارقه حطهم في الصوره المناسبه بالنسبه لهم فادتهم بشكل كبير جدا. بس كابتن الجمهور كان متوقع ان يشوف لعيبه اكتر، هل ده معنى ان الدوري المصري كابتن حشيش مش بيجيب لعيبه سوبر؟ من الاخر امكانيات. أيوة؟ امكانيات. انت عندك الثلاث فرق اللي يقدروا يجيبوا ناس على مستوى على اهلي زمالك دلوقتي بقى بيراميدز تمام صح. فاللعيبه الافارقه بتبص برضو ليه صح. الامكانيات والفلوس ودلوقتي بقوا مطلوبين في اوروبا يعني. كابتن اسامه لا الدوري المصري بص يعني المسؤولين المفروض بعد كاس الامم نستغل هذا الحدث يبقى فيه احترافيه بقى في جدول المسابقه في الموسم الجديد نقدر نشتغل بشكل احترافي. الدوري المصري عندك منتج تقدر صح. تستغله وتسواه بشكل كبير عشان تستجلب يعني محترفين ويكونوا موجودين مع والعين بقى والاختيار. العين بقى والاختيار. كابتن مالا امام بشكرك شكرا جزيلا. شكرا على وجود حضرتك كده حبيبي. دلوقتي جيلي بسرعه. ربنا يكرمك يا حبيبي. كابتن محمد حشيش بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. كابتن اسامه عرسي بشكرك. كابتن اسامه شكرا. كابتن عمر تمام مبسوط سبتنا اجاوب كل انا عايز. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه اليوم من كان 2019 على قناه الاهلي. نشوفكم ان شاء الله بكره على 1000 مليون خير. تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.